الأحباء من المسلمين والمسيحيين، نرحب بكم الليلة في هذه المناظرة التاريخية، وموضوعها: هل صلب المسيح حقيقة كروسيفيكشن أم خيال كروسيفيكشن؟ مناظرة الليلة ستكون على النحو التالي: المتحدث الأول في هذه المناظرة سيتحدث لمدة 50 دقيقة، والمتحدث الثاني سيتحدث لمدة 60 دقيقة، وسوف يعود المتحدث الأول ثانية يتحدث معقبا لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك فلدى الحاضرين الفرصة للمشاركة وطرح الأسئلة. والآن سنقوم بإجراء القرعة، ونسأل ضيفينا عن اختيار أحد وجهي العملة، والذي سيحالفه الحظ سيكون له حق الاختيار في أن يبدأ أو لا يبدأ. المتحدث الأول ديداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله، صدق الله العظيم. سيد الرئيس، الإخوة والأخوات الأعزاء، في بداية حديثي ألاحظ أن هناك العديد من الوجوه التي تبدو وجوها لهؤلاء الذين يعتنقون الديانة المسيحية، ومن هنا أود أن أوضح موقفنا نحن المسلمين تجاه المسيحية. إن الإسلام يمثل الديانة الوحيدة التي تعتبر من قواعد الإيمان بها الإيمان بالمسيح كرسول. فالمسلم لا يكون مسلما إذا لم يؤمن بالمسيح، ونحن المسلمين نؤمن بأن المسيح هو من أولي العزم من الرسل، نؤمن بميلاده المعجز، وهذا الأمر لا يؤمن به كثير من المسيحيين اليوم. إننا نؤمن بأنه هو المسيح، وكلمة المسيح هي ترجمة للأصل اللاتيني كريستو. إننا نؤمن بأنه أحيا الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص والأعمى بإذن الله. من هنا فإن هناك ما يجمع بين المسلم والمسيح، لكن الاختلاف يكمن أساسا في 3 أمور، هي: الخطيئة الأولى، ألوهية المسيح، صلب المسيح. هذه هي النقاط 3 التي تمثل جوهر الخلاف بين المسلمين والمسيحيين. ففيما يتعلق بمسألة صلب المسيح، وهي كما ترون موضوع مناظرة اليوم، والعنوان هو: هل صلب المسيح حقيقة أم خيال؟ القرآن الكريم يعطينا إجابة مباشرة على هذا السؤال. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي أنهم يدعون أنهم قتلوا المسيح رسول الله. ويقول القرآن الكريم: وما قتلوه وما صلبوه، أي أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه كما زعموا، ولكن شبه لهم، أي أن الأمر قد اختلط عليهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، أي أنهم لم يتأكدوا من هذا الأمر ولم يقطعوا به ما لهم به من علم، فهم لا يعرفون حقيقة الأمر إلا اتباع الظن، فزعمهم هذا مبني على الظن والخيال. وما قتلوه يقينا، أي أن هذا الأمر لم يحدث أبدا، فهذا الموضوع قد وصفه المسيحيون بموضوع الصلب، وحروف الكلمة كما ترونها كروسيفيكشن، والصلب هو تثبيت الجسد على الصليب بالمسامير والحبال وقتله. فالفعل يصلب يعني يقتل بالتعليق أو التثبيت على الصليب، كروسيفيكشن، ونحن نقول إنها كروسيفيكشن، مع أن الكلمتين لهما نفس النطق، إلا أن الهجاء وحده هو الذي يوضح الفارق بينهما من حيث المعنى. فمن وجهة النظر الإسلامية كروسيفيكشن تعني التخيل والظن،
والآن وعندما نقول إن الأمر مجرد خيال، نجد أن أحد المسيحيين يكتب كتابا يحاول من خلاله إقامة الحجج والبراهين على عملية الصلب، ويقول إن لدينا تقريرا لشهود الإثبات الذين سمعوا ورأوا، وهذا التقرير يؤكد أن صلب المسيح أمر مقطوع به وأنه قد حدث منذ 2000 عام. وما سأطرحه الليلة هو أنني بدلا من أن أقول لكم هذا ما يقوله المسلمون وهذا ما يقرره القرآن، فسوف أقول انظروا معي فسوف نرى سويا ما يقوله الإنجيل الذي بين أيديكم أيا كانت النسخة. سوف ترون الفقرات التي سأستشهد بها وكذلك الحجج التي أسوقها. إن المسيح بعد صلبه المزعوم رجع إلى الغرفة العليا حيث تناولوا العشاء الأخير، وعند دخوله قال بالعبرية شالوم عليكم، ومعناها السلام عليكم. عندما قال السلام عليكم ارتعد أتباعه. هنا أسأل أصدقائي ذوي العلم من المسيحيين، قد كان هذا الأمر موضع تساؤل دائم لأصدقائي ذوي العلم من المسيحيين، لماذا ارتعد هؤلاء الأتباع؟ لأنه عندما تقابل سيدك المحبوب قسيسك أو راهبك أو عمك أو صديقك أو أي إنسان تحبه، فإن العادة جرت بين اليهود والعرب على وجه الخصوص أن يردوا التحية ويتعانقوا ويتبادلوا القبلات تعبيرا عن الشوق والمودة. ولكن بدلا من أن يفعل أتباع المسيح هذا الشيء المألوف، نراهم قد ارتعدوا بدلا من أن يقوموا برد التحية بالشوق والحنين للمسيح. هنا أسأل لماذا ارتعدوا؟ هنا يخبرني أصدقائي من المسيحيين، انظر إلى إنجيل لوقا الإصحاح 24 العدد 37، حيث يخبرنا لوقا إنهم قد جزعوا وخافوا وظنوا أنهم شاهدوا روحا، إنهم اعتقدوا أن المسيح قد أصبح شبحا أو روحا. وإني أتساءل، هل كان يبدو فعلا وكأنه مجرد شبح؟ هل بدا كروح أو هي شيء من هذا القبيل؟ المسيحي يقول لا. فأسأل لماذا اعتقدوا بأن الرجل أصبح روحا في الوقت الذي لا يبدو فيه كذلك؟ إذا هم في حيرة. هذه تجربتي وخبرتي مع معظم العلماء المسيحيين، تجدهم فعلا في حيرة. لماذا يعتقدون أن الرجل كان روحا بينما لم يبدو كذلك؟ هنا أقول إن السبب هو أن أتباع المسيح قد سمعوا من الناس شائعة، وناس يتحدثون مفادها أن سيدهم قد صلب على الصليب. لقد سمعوا شائعة تقول إنه قد مات وأصبح شبحا، وأنه لفظ أنفاسه إنه قد مات. لقد سمعوا شائعة يقولها الناس إنه الآن قد مات ودفن منذ 3 أيام. إن رجلا بمثل هذه الشهرة تتوقع أن تكون له مظاهر احتجاج عنيفة عند قبره في فترة 3 أيام، فمعلومات أتباعه لم تكن إلا من خلال الشائعات. وهنا يذكر مرقس في الإصحاح 14 العدد 50 أن أهم مراحل حياة المسيح الجديرة بالتدقيق هي تلك المرحلة التي تخلى فيها كل أتباعه عنه. كل أتباعه تركوه، هربوا، تركوه وهربوا، ولم يكونوا شهداء إثبات سواء بالنظر أو بالسماع المباشر. كل ما قالوه كان من قبيل سماعهم للشائعات. وإذا كان هذا هو الدليل الخاص برجل مات ودفن ثم تراه بعد ذلك مرة أخرى، فطبيعي أن ترتعد لاعتقادك أنه روح. لذا أراد المسيح أن يؤكد لأتباعه أنه ليس كما يظنون. قال، وأنا أستشهد، قال المسيح لأتباعه انظروا إلى يدي ورجلي، إنني أنا هو، أنا نفس الرجل، ما بالكم مضطربين؟ لم تخافونني؟ وقال جسوني وانظروا، جسوني وانظروا، فالروح ليس لها لحم أو عظام كما ترونني. فالروح تعني مطلق الروح، وهذا من الحقائق البديهية، ولست ملزما بإثبات هذا الأمر لليهودي أو للكافر أو لا ديني، فتلك حقيقة مسلم بها ومتفق عليها أن الروح ليس لها لحم أو عظام. ولكن لماذا أخذ المسيح على عاتقه إخبار أتباعه بهذه المسلمة اليقينية المعروفة؟ السبب هو أن أتباع المسيح كانوا يعتقدون أن الرجل قد قام من بين الموتى، وأنه قد بعث، أو أنه قد تمت روحانته. ولذلك كان هذا هو سبب قوله لهم أنا لست كما تظنون، أنا لست روحا،
لست شبحا، لست شيئا كهذا. أنا قام الأتباع بلمسه وكانوا في دهشة، قالوا ما الذي حدث؟ لقد اعتقدنا أنه مات ودفن، ولكننا نراه يثبت لنا أنه هو ذاته بلحمه ودمه. وبينما نحن غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، أراد المسيح أن يؤكد لهم بصورة أوضح أنه هو بنفسه، فقال لهم: عندكم هنا طعام أو أي شيء يؤكل؟ أعطوه قطعة من السمك المشوي ومعها قرص من العسل، وأخذها وأكلها أمامهم. ولكن ماذا أراد أن يثبت لهم؟ أنه روح؟ شبح؟ خيال؟ لا، إنه بالطبع أراد أن يثبت لهم أنه هو بنفسه وأنه لم يبعث، لأن الجسد الذي يبعث تتم روحانته. من قال هذا؟ قلت بولس. من قال ذلك؟ أقول المسيح. من قال هذا؟ أنتم جميعا تقولون. أي واحد منكم عليه أن يعترف بأن الجسد الذي يبعث لن يكون كهذا الجسد، أي ليس لحما ودما أو لحما وعظاما، ولكنه يكون مروحنا. وهنا يقول بولس، وهو أعظم من يستشهد به في الكتب المقدسة، يقول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح 15 العدد 3، يقول عن قيامة المسيح، عنوان ذلك الإصحاح كله في بعض الأناجيل قيامة المسيح، الإصحاح نفسه عن قيامة المسيح. وفي العدد الثالث يقول إن المسيح قد مات من أجل التكفير عن خطايانا، ويستمر الإصحاح. وفي العدد الرابع يقول إن المسيح قد قام من بين الموتى وفقا للكتب المقدسة. وهذه الكتب المقدسة التي يتحدث عنها ليست كتب متى ومرقس ولوقا، لأن هذه الكتب لم تكن قد كتبت، فكتابه يعود إلى العام 56 بعد المسيح، أما الكتب الأخرى فيرجع تاريخها إلى عام 60 طبقا للباحثين المسيحيين. وبالتالي فهو لم يرجع إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنا ليصل إلى ما وصل إليه، لا، ولكنه كان يعتمد على كتب العهد القديم. في العدد 14 يقول: وإن لم يكن المسيح قد قام من بين الموتى فتبشيرنا باطل، وباطل أيضا إيمانكم. وبمعنى آخر، فإن المسيحية ليس لديها ما يمكن أن تقدمه للإنسانية، ليس لديكم ما تقدمون، وأنا أؤكد لكم ذلك، إنه في بلدي عندما يأتي المبشرون المسيحيون وعندما يجيئون إلى بيوتنا لا يتحدثون أساسا عن شيء مثل النظافة العامة والطهارة. لا يأتي المبشر ليخبرنا عن النظافة والطهارة، فنحن المسلمون أكثر الناس إدراكا لهذا الأمر في العالم، ليس هذا هو مجال حديث. وفي وقت الأسئلة سوف أشرح ذلك كله. ونحن أيضا من أكثر الناس إدراكا للترحيب بالضيف وإكرامه، فمن ناحية الفضيلة والأخلاق لا تستطيعون القول إنكم أفضل منا. لا توجد أي جماعة دينية في بلدي تستطيع القول بأنكم أفضل منا. إن المبشر لا يسعه إلا القول إنكم أيها المسلمون لن تنالوا الخلاص، لأن الخلاص يكون فقط من خلال دم المسيح. هذا الأمر لا نقبله. هذه هي النقطة الوحيدة التي يستطيع المبشر أن يقدمها لنا. لهذا يقول بولس: إذا لم يؤمن العالم ببعث المسيح وبدم المسيح فإن ما نعظ به ونؤمن به يكون باطلا ويذهب سدى، أي أن المسيحية تصبح بلا فائدة أو أي قيمة، أو كما يقول التعبير الأمريكي هراء، لن يكون اعتقادكم سوى هراء إذا لم تؤمنوا بهذه النقطة، وتلك هي النقطة الوحيدة التي لديكم. وفي العدد 35 يتساءل بولس، لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ إنه يطرح هذا السؤال ليس بحثا عن إجابة أو معرفة، إنما ذلك من قبيل التساؤل البلاغي. ولقد أجاب عليه هو بنفسه في العدد 42 من نفس الإصحاح، حيث يقول: إذا ما دفن الجسد في حالة من الفساد يبعث في عدم الفساد، وإذا ما دفن في حالة من الهوان يبعث في حالة من المجد، وإذا ما دفن في حالة من الضعف يبعث في حالة من القوة، وإذا ما دفن جسما بدنيا يبعث جسما روحانيا. والخلاصة أنه إذا مات أحد فإن هذا الجسد، هذا الجسد بشكله الحالي يوسد في التراب، أي يكون ترابا في تراب، فمن التراب نأتي وإلى التراب نعود.
ولكن عندما نبعث فإن الأمر لن يتعلق بالتراب، فإن الجسد يعود في شكل روحاني، وهذا وفقا للقديس بولس. وعلى هذا الأساس فإن كل كتبه 14 كتابا المدونة في العهد الجديد. بالمناسبة إن أكثر من نصف أسفاري قد كتبها بولس، 14 كتابا من 27، ومعظم استدلالاته تقوم على أن المسيح قد تم بعثه روحيا في شكل جسد مروحا. وهنا يقول الناس جسد مروحا، ولكن ما المقصود بالجسد؟ انظر إلى القاموس، ترى أن الجسد هو أي شيء له ملمس وحجم وأبعاد، وهنا يقال هذا جسد. وأقول إن الأمر هنا هو مجرد رؤية لشيء ظاهر، فعندما ترى ظاهر الشيء تسأل وما ظاهر الشيء؟ أقول هو ما يظهر لنا في شكل جسد. فالشبح الذي تراه ماذا ترى؟ إنك ترى شيئا يبدو كأنه إنسان، غير أن الذي تراه لا تستطيع أن تمسكه أو تلمسه أو تضعه في جيبك. مثل صناعة الأفلام، صانع الأفلام الأمريكية في هوليود يقومون بإخراج هذه الأشياء. هذا شيء سهل تصوره دائما. دائما نرى ذلك المشهد الذي يدخل فيه أحد الأجسام إلى غرفة من خلال فتحة المفتاح، حيث يدخل في شكل بخار ثم يتجسد في شكل رجل بعد ذلك. مثل هذه المشاهد نراها في الأفلام والمسلسلات، مثل الرجل الخفي وفي سابو في لص بغداد. مثل هذه الأفلام نرى شخصا ممسكا بزجاجة وجدها على شاطئ البحر، وعندما يفتحها يتصاعد منها البخار ويتجسد في شكل جني، وذلك الجني له شكل، له جسد، إلا أنه ليس له أي ملمس، لا يمكن الإمساك به. ترون جسدا واقع أنه مجرد طبقة رقيقة من الهواء، وربما يكون هناك ولكنكم لا ترون شيئا، ولكنه يبدأ في التجسد ويأخذ شكلا بدنيا، فنقول إنه يأخذ الشكل الفيزيائي، أي أنه يأخذ شكل الجسد. وهذا هو الجسد الروحاني، وهذا ما يقوله القديس بولس، وهذا هو مفهومه للبعث بصفة عامة. فعندما يبعث أي إنسان تتم روحانته، وهذا يؤكد ما قاله المسيح في إنجيل القديس لوقا في الإصحاح 20. كوبا من الماء من فضلك، شكرا. في الإصحاح 20 من لوقا نقرأ هناك أن اليهود قومه جاءوا إليه. لقد كان من عادتهم أن يأتوا إليه بالألغاز والأمور المحيرة في محاولات منهم للإيقاع برجل الله هذا. في هذه المرة جاءوا يقولون يا معلم، وباللغة العبرية رباي، وهذا بمعنى الحاخام، أي رجل الدين المبجل، القسيس أو ما شبه ذلك، رباي. قالوا له إن هناك امرأة منا، وهذه المرأة وفقا للشريعة اليهودية كان لديها 7 أزواج. وربما تعرفون أنه من العادات اليهودية إذا مات زوج امرأة ولم تكن له منها أولاد فمن الجائز أن يتزوجها أخو الرجل المتوفى. فلما مات زوجها تزوجها أخوه ومات دون أن ينجب منها، فجاء الأخ الثالث وتزوجها ومات دون أن ينجب، وجاء الرابع والخامس والسادس، وهكذا 7 كل منهم تزوجها. وطبعا لم يكن هناك ما يمنع، لأن كل منهم تزوجها منفصلا عن أخيه. ومن خلال هذه الواقعة سألوا المسيح عند البعث والقيامة لمن تكون هذه الزوجة، إن كل منهم قد تزوجها، فإذا كنت قد تزوجتها في الدنيا فمن الطبيعي أن يكون لك الحق فيها في الآخرة، هذا طبيعي. ولنفرض أنك وزوجتك، فعندما ترى زوجتك التي عشت معها في الدنيا فستقول لها إلي يا حبيبتي، يا حبيبة القلب تعالي، هذا طبيعي. فإذا ما أدركت زوجتك في الآخرة فستقول حسنا، فأنت تدرك العلاقة التي أسستها معها على الأرض لمدة 5 سنوات، 50 سنة، أو أي مدة قضيتها معها كزوج. والآن وفي الآخرة فإنك تريد استئناف هذه العلاقة، ولكن عند البعث، وحيث أن الجميع سيبعثون في وقت واحد كما تعرفون، فإن الإخوة 7 سوف يبعثون كذلك في آن واحد، وسوف يرون هذه المرأة، وكل منهم سيحاول أن يستحوذ عليها. سيقول كل منهم للآخر وعن حق إنها زوجتي كانت لي، والآخر سيقول إنها زوجتي كانت لي، فلقد كانت لكل منهم. وهنا سينازع كل منهم الآخر للفوز بها، وسوف تكون هناك منازعة في السماء بين هؤلاء الإخوة 7، وسيقول كل واحد منهم هذه زوجتي، سيقول كل منهم لقد كانت لي، ولن يتذكر أي منهم أن أخاه كان زوجا لها قبله أو بعده. ومن هنا كانوا يريدون أن يعرفوا من المسيح الإجابة على السؤال الخاص لمن تكون هذه الزوجة في الآخرة، لأن كل منهم تزوجها في الدنيا. وفي إجابته على هذا السؤال قال المسيح لن يموتوا بعد ذلك مرة أخرى، والمعنى أنهم طالما بعثوا فسوف يخلدون، فلا موت مرة أخرى بعد ذلك، لن يموتوا مرة أخرى سيخلدون.
وبمعنى آخر فإن الأشياء التي يتسبب نقصها في موت الإنسان كالطعام والمأوى والملابس والراحة، هذه الأشياء لن تكون ضرورية في الحياة الآخرة. فإذا مات الإنسان فإنه لن يموت ثانية، سيكون هناك خلود، فهذا الجسد الذي يحتاج إلى الماديات كالطعام والمأوى والجنس والملابس والراحة لن يعود بحاجة إليها. فالجسد في الآخرة لن يحتاج إلى الطعام والمأوى والملبس والراحة من نفس النوع الذي تعود عليه في الحياة الدنيا، سيكون من نوع آخر، من نوع روحي وليس من النوع الذي ألفناه في الدنيا. لهذا يقول المسيح في الإنجيل: لن يموتوا مرة ثانية فهم الآن مثل الملائكة. وبمعنى آخر سوف يصبحون ملائكيين، سيكون لهم أجساد روحانية مثل الملائكة. وأي نوع من الأجساد سيكون لهم؟ لن يكون مثل هذا الجسد، سيكونون كالملائكة، سوف يصبحون ملائكيين، سوف تتم روحانتهم، سيكون لهم أجساد روحانية، سيكونون أرواحا، سوف يتساوون مع الملائكة أبناء الله. هكذا سيكون المبعوثون روحانيين، أرواح مثل تلك الأرواح. لقد ذكر بولس أنهم سيكونون أرواحا، وذكر المسيح ذلك أيضا. وإني أتساءل، هل يختلف أحد معي في هذا؟ هل هناك إنسان يختلف معي في هذا؟ عندما كنت أحاضر في قاعة ألبب في لندن وأمام 6000 من الحاضرين طرحت نفس التساؤل، ولم يعترض مسلم أو مسيحي واحد بخصوص هذا الأمر الذي يمثل حقيقة بديهية، وهي أنه بعد البعث في ذلك الوقت سيكون الجسد روحانيا. هكذا قال بولس وكذلك المسيح. ألا أقول ذلك وأنتم تقولون ذلك؟ والجميع متفقون أن الروح ليس لها لحم أو عظام. أو بمعنى آخر قال: أنا لست ما تعتقدون، فأنتم تعتقدون أنني قمت من بين الموتى، ولكن ليست هذه هي الحقيقة، فأنا لم أبعث. ومع ذلك فإن أي مسيحي على وجه الأرض يقول إنه مات وإنه بعث. الرجل يقول: أنا لست ما تعتقدون، وتناول السمك وقرص العسل ومثل هذه الأشياء التي يحتاجها الجسد العادي. المشكلة أنه تحدث للناس برمجة. كنت دائما أقول أنه يحدث للناس نوع من غسيل المخ. ففي عام 77 كنت أتحدث في جامعة بريكلي الأمريكية إلى مجموعة من الأساتذة والطلبة الأمريكيين، قلت إنكم تعانون من آثار غسيل المخ. هنا وقف أحد الأساتذة وقال: عفوا، بل قل مبرمجون. فقلت: حسنا، أنتم مبرمجون وليس غسيل المخ. إذن كلنا مبرمجون منذ طفولتنا، نلقن أن الخلاص يعتمد على ذلك الأمر، فيصبح إيماننا يقينيا أن المسيح قد مات وبعث، وأن البعث هو الروحانة، هو روحي. ولكننا نكتشف أن كل ما فعله المسيح عقب حادثة الصلب لا يبدو في أي من هذه الأفعال أنه كان روحا، روحا، ولكنه كان مختفيا. لقد كان مختفيا، فإنه لم يظهر للناس ولم يذهب إلى معبد القدس. لقد أعطى لليهود آية ولم يحققها طبقا للنصوص. آية تعني معجزة. انظروا، تذكروا عندما قلت لكم هنا إنكم أسوأ ناس، هو لم يفعل ذلك، لم يجرؤ على مقابلة هؤلاء الناس، أي اليهود قوم، ولكنه قدم لهم آية. ففي إنجيل متى الإصحاح 12 الأعداد 38-39-40 نقرأ مرة أخرى نفس الأسلوب، نفس نوع المواجهة. لقد جاء اليهود وقالوا: يا معلم، مرة أخرى باللغة العبرية، رباي، نريد أن نرى منك آية تدل عليه. معنى آخر، نريد منك معجزة لنؤمن بأن جسدك جسد عادي، وأنك أنت الرجل الذي ننتظره كمسيح. افعل شيئا، فلتطر كالطير في السماء، امشي لنا على المياه، ابعث الحياة في الموتى، افعل لنا شيئا يا رجل حتى نعرف أنك رجل غير عادي، حتى نؤمن بأنك مسيحنا. وفي رده على ذلك قال المسيح لقومه: أنتم جيل شرير وفاسق، أنتم أمة فظيعة، أناس في غاية البشاعة، تبحثون عن المعجزات، الخدع. هل في هذه الخدع ما يقنعكم بأنني ذلك الرجل الذي أرسله الله إليكم؟ تريدونني أن أقدم لكم بعض الخدع والسحر؟ إن أنتم إلا أمة من الأشرار والزنا، تطلبون آية، تبحثون عن معجزة، ولكن لن أقدم لكم أي معجزة إلا معجزة النبي يونان، معجزة واحدة، واحدة فقط لا غير، آية يونان النبي. فكما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، فإنه من المصدق والمعقول. فإن ابن الإنسان المسيح سيكون في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. هذه هي المعجزة الوحيدة.
التي سوف أعطيها لكم وأذكركم بها الآن. إنها المعجزة الوحيدة التي سوف أعطيها لكم. إنه لم يقل إنكم تعرفون ما فعلته للرجل الأعمى، أو إنكم تعرفون عن تلك المرأة التي كانت تعاني من مرض النسف وعندما لمستني شفيت. إنكم تعرفون أنني قد أعدت الحياة إلى لعازر. إنكم تعرفون عن تلك البنت التي أعدت إليها الحياة بعد موتها. إنكم تعرفون عن ذلك النصر وكيف أنني قطعت دابر المعتدي. تعرفون أنني قتلت خنزيرا وحولت المياه إلى خمر. لم يذكر مطلقا أي شيء، أي شيء، ولم يفعل أي شيء مثل هذه الأشياء. لم يقل لهم انظروا إلى الماضي، إلى ما فعلته إلى الآن. المعجزة الوحيدة التي سأقدمها لكم هي معجزة يونان. فما حدث ليونان سوف يحدث لي. عندما كنت أسأل المبشرين البروتستانت الذين كانوا يتوافدون على بلدي ما هي تلك المعجزة، قال المسيح إن معجزتي هي معجزة يونان. ولكني عندما كنت أسألهم ما هي تلك المعجزة، صدقوني على مدى 40 عاما الماضية لم أصادف مسيحيا واحدا قال لي يوما ما المقصود بهذه المعجزة. وعندما كنت أسأل أي من هؤلاء هل حقق المسيح هذه المعجزة، يقول نعم. أقول له ماذا؟ هنا لا أجد أي رد. ربما يكون الدكتور دوغلاس أكثر استعدادا للإجابة على هذه الأسئلة، وربما يعرف هذه الأمور مسبقا، فهو من أشهر المبشرين الكبار في الشرق الأوسط ويشغل منصبا هاما في معهد زويمر. ربما عنده إجابة. عموما سوف أعطيكم أنا هذه الإجابة، فقد يعجز دوغلاس عنها. سأوضح لكم ما هي هذه المعجزة. أقول للتعرف على معجزة يونان عليكم الرجوع إلى سفر يونان في الإنجيل. هذا السفر ما هو إلا ورقة واحدة، وهذه هي الورقة، 4 إصحاحات في ورقة واحدة. فإذا ما رجعتم إلى سفر يونان فلن يستغرق أكثر من دقيقتين، لن يستغرق وقت قراءة هذا السفر أكثر من دقيقتين. ونقرأ في هذا السفر، نقرأ في هذا السفر أن يونان قد أرسل إلى قوم من الناس، ولقد أمره الله تعالى أن يذهب إلى نينوى وأن ينذر الناس هناك بأن يتوبوا سرا وعلانية وأن يتواضعوا لربهم، وإلا فإن الله سيهلكهم. ولقد كان يونان نبيا من أنبياء الله، إلا أنه إنسان وكانت تنتابه لحظات اكتئاب، وكان يقول هؤلاء القوم الذين استعبدتهم المادة لن يتمسكوا بالرسالة التي سأبلغها لهم، وسوف يسخرون مني ويستهزئون بما أقوله لهم. إنهم في واقع الأمر كهؤلاء الذين وصفهم المسيح بأنهم قوم من الأشرار والزناة. إن هؤلاء الأشرار والزناة في عهد يونان كانوا يسخرون منه، ولذلك فبدلا من الذهاب إلى نينوى لإنذار أهلها ذهب إلى يافا وأخذ قاربا هرب به إلى ترشيش. لا عليكم بأسماء تلك الأماكن، إنما يعنينا أنه بدلا من الذهاب إلى مكان ذهب إلى مكان آخر عكس الذي كان ينبغي أن يذهب إليه. فر وهرب، وأثناء ذلك هبت عاصفة في البحر. وطبقا لخرافات قوم يونان فإن كل من يهرب من أوامر سيدي فإن عليهم أن يعاقبه على ذلك الذي فعله. فمن ذا الذي يمكن أن يكون مسؤولا عن تلك العاصفة؟ فالعاصفة كانت مستمرة ولم تهدأ أو تسكن. وهنا أدرك يونان أنه رجل يناط به أداء الواجب، وأنه في الواقع يتنصل من أوامر ربه، وكونه جنديا من جنود الله فلا يحق له أن يفعل ما فعله. فلقد أمره الله أن يذهب إلى نينوى فإذا به يذهب إلى يافا، وحيث أنه جندي من جنود الله فليس من المفترض أن يكون له الحق في أن يفعل ما فعله. ولذا فقد عاد برجولة وقال إنني رجل قد أنيط به الواجب، وعليكم أن تلقوا بي في البحر، وذلك سوف يرضي الله لأنه غاضب علي ويريدني أن أموت وليس أنتم، لأنه بسببي سوف تموتون أنتم أيها الأبرياء، ومن خير لكم أن تلقوا بي في البحر. فهنا يموت واحد لينقذ أمة. فقالوا له لا، أنت رجل صالح لك قدسيتك وقد تكون دائم الصلاة والعبادة، وإن لنا طريقتنا الخاصة بنا، طريقة خاصة نعرف من خلالها الخطأ من الصواب. هذه الطريقة لا تستند إلى الحظ، هي القرعة، إجراء قرعة مثل إلقاء العملة التي قمنا بها في بداية الجلسة، نظام ملك وكتابة، رأس وذيل. وطبقا لهذه الطريقة التي تشبه إلقاء العملة تبين أن يونان رجل مذنب، فأخذوه وألقوا به في البحر، وهدأت العاصفة وسكنت. ولقد كان ذلك مجرد مصادفة، ولكن العاصفة هدأت. والآن سوف أطرح السؤال التالي: هل كان يونان حيا أم ميتا عندما ألقوا به في البحر؟ لكن قبل أن تجيبوا
لا أريد أن أحصل على الإجابة الخطأ، لأنه طالما قدمتم الإجابة الخطأ فغالبا ما تتمسكون بها. هذه طبيعة بشرية. من هنا فسوف أساعدكم قبل أن تنطقوا بها. أظن أنكم لا تمانعون. أترون أن يونان قد تطوع؟ لقد تطوع وقال لهم ألقوا بي في البحر. وعندما يتطوع المرء فليس لأحد أن يشنقه قبل أن يلقي به، إنه متفق معهم وقال لهم ألقوا بي. من هنا فليس لهم أن يقتلوه أو يكسروا ذراعه أو ضلوعه، ليس لأحد إذن أن يقتله. ألسنا على صواب؟ لقد قال الرجل ألقوا بي في البحر، ولذلك عندما ألقوا به في البحر هل كان حيا أم ميتا؟ أريد أن أسمع الإجابة منكم حتى يتسنى لنا تسجيلها على شرائطنا. من فضلكم، هل كان حيا أم ميتا عندما ألقوا به في البحر؟ حيا. لقد أجبتم الإجابة الصحيحة، ولكن لا جائزة على ذلك. كما ترون مسألة سهلة، إجابة بسيطة على سؤال سهل. فلقد قال اليهود إنه حي، والمسيحيون قالوا إنه حي، والمسلمون قالوا إنه حي، فلا جائزة على ذلك. بعد هذا هدأت العاصفة وجاء الحوت وابتلعه، فهل كان حيا أم ميتا؟ حيا. وفي بطن الحوت صلى لربه كما جاء في سفر يونان. وهنا أسأل، هل صلى عليه قومه بسبب ذلك؟ لا، فقد كان ماذا؟ حيا بصوت أعلى. حيا ما شاء الله. ستمنحون الفرصة لأي سؤال في الوقت المخصص للأسئلة أيا كان السائل. سوف تمنحون الفرصة في الوقت المخصص لطرح الأسئلة. كونوا رجالا بالقدر المطلوب، كونوا مسيحيين حقا، وأغلقوا أفواهكم الآن. 3 أيام و3 ليال والحوت يتجول بيونان عبر المحيط، هل كان حيا أم ميتا؟ حيا. لا تخافوا بلهجتي. في اليوم الثالث توجه الحوت نحو الشاطئ ولفظ يونان، فهل كان حيا أم ميتا؟ انظر، إذا كنت هندوسيا أو مسيحيا، يهوديا أو مسلما، وقرأتم سفر يونان هذا الذي بين يدي، وكان لديكم قدر من الإدراك السليم، فسوف تقولون حيا حيا حيا. إنها معجزة، بل معجزة المعجزات، لأنكم إذا ألقيتم بإنسان في بحر هائج لابد أن يموت، فإذا مات فليس هناك معجزة، لأنك تتوقع موته. كذلك إذا ابتلع الحوت رجلا فإنه لابد أن يموت، فإذا مات فليس هناك معجزة، ولكن إذا لم يمت فهذه هي المعجزة. وبسبب الحرارة والاختناق بداخل بطن الحوت فإن الرجل لابد أن يموت. لقد مكث في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال، لابد أن يموت أيضا، فإذا مات فليس هناك معجزة، لا يكون في ذلك آية. أما إذا لم يمت فتلك هي المعجزة، إنها معجزة متميزة في الإنجيل وذكرت 3 مرات، إنها معجزة بكل المقاييس ووجهات النظر. لهذا يقول المسيح مثلما حدث ليونان حيث كان ولمدة 3 أيام و3 ليال في بطن الحوت، فإن ابن الإنسان سيكون ل3 أيام و3 ليال في بطن الأرض. فكما كان يونان سيكون ابن الإنسان. وهنا أسأل، كيف كان يونان لمدة 3 أيام و3 ليال في بطن الحوت حيا أم ميتا؟ وأسأل مرة أخرى، كيف كان المسيح في القبر لمدة 3 أيام و3 ليال حيا أم ميتا؟ عفوا، ليس هذا معتقد المسيحيين، كان ميتا. اسأل الدكتور روبرت فسيقول لكم انه كان ميتا لمدة 3 أيام و3 ليال. كان يونان حيا لمدة 3 أيام و3 ليال، وكان المسيح ميتا 3 أيام و3 ليال. اي مسيحي سيقول لك نفس الاجابة؟ اي مسيحي سواء كان متخصصا في اللاهوت او واعظا مبشرا او باي صفة سيقول لك لقد كان يونان حيا وكان المسيح ميتا. وإني أسألكم بلغتكم أيها المتحدثون بالإنجليزية، وأنتم أيها الأمريكيون المتحدثون بالإنجليزية، بالمناسبة الرجل الإنجليزي هو الذي يتحدث الإنجليزية، أنا أتحدث الإنجليزية كلغة أولى كلغة أم، فإنها اللغة الأقرب لي، حيث إن علماء النفس يقولون إن اللغة الأم هي تلك التي تحلم بها والتي تحلف بها، وأنا أحلم بالإنجليزية وأحلف بها. لذلك فإنني من هذه الزاوية إنجليزي بغض النظر عن اللغات الأخرى التي أتحدث بها مثل الكجراتي والأردية. أنا أتحدث نصف دستة من اللغات الأخرى، ولكن لغة الإنجليزية هي الأم طبقا لعلماء النفس. وهنا أود أن أسألكم بلغتكم،
وأنا متأكد بالطبع أنكم جميعا تتقنون الإنجليزية، وإلا لما كنتم هنا. فأقول لكم، هل بلغتكم كما كان يونان بمعنى مثل يونان أو عكس يونان؟ المسيح يقول كما كان يونان، أي مثل يونان، فيونان حي والمسيح ميت. هل هذا في لغتكم يعني مثل يونان أو عكس يونان في لغتكم؟ عكس. وأسأل الآن، هل يخبرنا المسيح بما هو صدق أم تخبروننا أنتم بذلك؟ هل المسيح كاذب أم أنتم كاذبون؟ أي منكم؟ انظروا، من الممكن أن يكون كل منكم على صواب. لقد قال إنه سوف يكون مثل يونان، وأنتم تخبرونني أنه عكس يونان، إذن فإنه قد أخفق أو كذب. أم أنتم الكاذبون؟ في الواقع لقد أسأتم فهم الأمر، فهناك شيء مفقود في لغتكم هذه الإنجليزية، سواء إنجليزية كينغز أو إنجليزية كوين، أي هذه اللغة الإنجليزية التي أتحدث بها. وكما كان يونان سيكون ابن الإنسان مثل يونان وليس عكس يونان. هنا قال لي أحد العلماء، لا يا سيدي، ده هل ترى أن المسيح هنا يؤكد على عنصر الوقت؟ فقلت، ولكن ليس هناك شيء نطلق عليه معجزة فيما يتعلق بعنصر الوقت، سواء كان الرجل ميتا أم فاقدا للوعي، أو كان في فترة إفاقة من غيبوبة لمدة 3 دقائق أو 3 أيام أو 3 ساعات أو 3 سنوات. ليس في هذا أي معجزة. المعجزة هي أن نتوقع أنه مات ولكنه لم يمت، هذه هي المعجزة. ولكن الغريق يتعلق بقشة. قال لا سيدي ذات، هل ترى أن عامل الوقت هو الذي يتحدث عنه المسيح ويؤكد عليه؟ ألا ترى أنه قال كما كان يونان ولمدة 3 أيام وثلاث ليال كذلك سيكون ابن الإنسان لمدة 3 أيام وثلاث ليال، وأنه كرر كلمة 3 4 مرات. إذن فإن الأمر هو عنصر الوقت الذي يؤكد عليه المسيح هنا، وليس موضوع أنه حي أو ميت. هنا تساءلت وقلت له، هل وفى بذلك أي بعنصر الوقت؟ قال نعم. قلت إذن أنت ترتكب خطأ ثانيا، أخطأت أولا عندما ذكرت ما يتضمن اتهاما بأن المسيح كاذب. لقد قال المسيح إنه مثل يونان، وأنت تقول إنه ليس مثل يونان، أي أنه لم يفي بذلك، وأنت ترتكب الخطأ الثاني الآن. فقال لا. فقلت لكم، الغريق يتعلق بقشة، وهذه قضية عالمية معروفة. وهنا سألته، متى صلب؟ متى تم صلب المسيح؟ فهو كالمسيحيين يعطونكم الإجابة التي تقول إنه صلب في يوم الجمعة الطيبة. هل لديكم جمعة طيبة؟ هل تحتفلون بالجمعة الطيبة هنا؟ إننا نحتفل بها في جنوب أفريقيا، يقولون عنه هيوفردا، أي الجمعة الطيبة في جنوب أفريقيا، نحتفل بالجمعة الطيبة. وكذلك الحال في سويسرا، باستو، زامبيا، زيمبابوي، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والعديد من الدول، كل دولة مسيحية على أي بقعة من الأرض تحتفل بذكرى الجمعة الطيبة. ولكن ما الذي يجعل تلك الجمعة طيبة؟ يقولون إن المسيح مات فيها كتكفير لخطايانا، ونسألهم، وهل هذا ما يجعل تلك الجمعة جمعة طيبة؟ يقولون نعم. نسألهم، متى صلب؟ هل صلب بعد الظهر أم بعد الظهر؟ متى؟ بعضهم يقول في الصباح، والبعض الآخر يقول بعد الظهر. فأقول هنا، لن أجادل في ذلك، أقبل أي شيء تقولونه هنا. ولكن كم بقي المسيح على الصليب؟ يقول البعض لمدة 3 ساعات، والبعض الآخر يقول 6 ساعات. وهنا لن أجادل في ذلك أيضا، لن أجادلكم في هذا. فإذا قلتم 3 ساعات سأقبل ذلك، وإذا قلتم 6 ساعات فسأقبل ذلك. وقلت، أتعلمون أن اليهود كانوا في عجلة من أمرهم فيما يختص بوضع المسيح على الصليب؟ هذا ما تقوله الكتب المقدسة. ولكن لماذا كانوا على عجلة من أمرهم؟ هل كانوا خائف الناس؟ أصبحوا بطلا من الناس، قد أعاد البصر وأبرص وأعاد الموتى في بعض اللحظات، فيطعم 5 بعدد من قطع السمك وقليل من العيش. رجلا بهذه السمعة يحبه الناس، لابد أن تتعاطف معه جموع البشر، وبالتالي فإذا ما تعرضت حياته لأي خطر فإن هؤلاء الذين يحبونه قد يثورون ويتمردون على من يعرض حياته للخطر. وبالتالي فكر اليهود في أن السرعة واجبة في التعامل مع أمر هذا الرجل والتخلص منه، وبالتالي قبضوا عليه وأخذوا الرجل وأخذوا له محاكمة في منتصف الليل، أو في الصباح الباكر، وذهبوا به إلى بيلاطس وكان في انتظارهم، ولكنه قال لهم، هذه ليست مهمتي ولا أقوم بها، وقال لهم خذوه إلى هيرودس. فأخذوه إلى هيرودس، ولكنه لم يكن لهيرودس شيء يفعله. كل هؤلاء الناس لم يكن هناك شيء يفعلونه، وكانوا منتظرين، وقال لهم خذوه مرة أخرى إلى بيلاطس. فأخذوه مرة أخرى إلى بيلاطس، وكان بيلاطس لا يزال منتظرا. كل هذه الأحداث حدثت، لقد حدثت في الأفلام في هوليوود، ولكنها في الحقيقة لم تحدث. ولنفترض أنها حدثت، فإن ما يهمنا في النهاية أنهم وضعوه على الصليب، وقيل لنا إن ذلك كان في 3 بعد الظهر،
وفي يوم تلك الجمعة، واستمر مصلوبا لمدة 3 ساعات طبقا للعقيدة المسيحية. وكما كان اليهود على عجلة بوضعه على الصليب، فلقد كان هناك من يحاول انزاله من على الصليب بسرعة. تعرفون لماذا؟ لقد حدث حقا، لقد كان البعض على عجالة لوضعه على الصليب، والآن البعض الآخر على عجالة لإنزاله من على الصليب. هل تعرفون لماذا؟ بسبب يوم السبت، أي يوم السبت، لأنه طبقا للشريعة اليهودية لا ينبغي أن يكون أحد أو أي شيء معلقا على شجرة أو أي شيء من هذا القبيل يوم السبت. فهذا عكس ما أمروا أن يفعلوه في يوم السبت، فلقد أمروا في كتبهم أن لا يجعلوا شيئا معلقا على الأشجار سواء كان شيئا أو شخصا يوم السبت، حتى لا يمثل ذلك تحديا لله الذي أورثهم الأرض. لذلك فإنه عمل يتسم بالقذارة والنجاسة أن يكون هناك شخص معلق على الصليب في يوم السبات. وطبقا لهم فإن يوم السبت يبدأ الساعة 6 مساء الجمعة، فطبقا للمسلمين واليهود يبدأ اليوم عند غروب الشمس. عندما نرى القمر نبدأ في الصوم، وفي غروب الشمس نفطر. هكذا يعد اليهود الأيام وكذلك المسلمون، ومن هنا فيوم السبت عند اليهود يبدأ 6 مساء الجمعة. لذلك قبل هذا الموعد كانوا يحاولون إنزال جسد المسيح من على الصليب، ويقولون أسرعوا في إنزال الجسد، وتمكن بعضهم من إنزاله، فذلك تحقيق لنبوءة عندهم في هذا الصدد، فأنزلوه وغسلوه، واستغرق ذلك من ساعة إلى ساعة ونصف. لقد قاموا بتغسيله طبقا للعقيدة اليهودية، أي غسل، ثم وضعوا عليه أثقالا بلغت 100 رطل من المواد الطبية، ولفوه في أكفانه، ثم وضعوه في المقبرة. وكان المساء قد حل في هذه اللحظة، وليس هناك قصة أخرى تتعلق بالوقت. فإذا كان هذا الذي تعتقدونه أنه حدث، فإن الوقت الذي وضعوه فيه في المقبرة بعد قيام بهذه الطقوس يفترض أن يكون المساء. إذن فالمفترض أنه في المقبرة الجمعة ليلا. راقبوا حركة أصابعي. من المفترض أن يكون الجمعة ليلا في المقبرة، إذن فإن من المفترض أن يكون في المقبرة أيضا يوم السبت. كما ترون فأنا أقسم اليوم إلى نهار وليل، نهار وليل، لأن المسيح فعل ذلك. فعندما قال كما كان ينال لمدة 3 أيام و3 ليال في بطن الحوت، فإن الليل مقسم إلى نهار وليل، نهار وليل كما كان ينال. وهنا أقول كان المسيح في المقبرة افتراضا الجمعة ليلا، ونهار السبت، وليلة السبت، ونهار الأحد، وهو ذلك اليوم الأول في الأسبوع، والذي يزور المجدولين فيه المقابر. هذا ما يقوله الإنجيل. وكان قبر المسيح في ذلك اليوم خاليا. وهنا أقول افترضوا افترضوا افترضوا. تعرفون لماذا؟ لأنه ربما خرج من القبر الجمعة ليلا، ولكن لأن الإنجيل لم يقل ذلك فأنا لن أقوله، لكن يظل الاحتمال أنه خرج الجمعة ليلا. هنا أسألكم، كم نهارا وكم ليلة مكث فيها المسيح في المقبرة؟ هل ترون أصابعي أيها الناس؟ كم؟ ماذا؟ 3؟ ليلتين ويوم واحد. انظروا، ليلتين ويوم واحد، ليلتين ويوم واحد. انا اسأل، هل هذا نفس ما قاله المسيح عندما ذكر انه مثل يونان حينما مكث 3 أيام و3 ليالي، فان ابن الانسان سيمكث 3 أيام و3 ليالي؟ اني اسأل، هل هما نفس الشيء؟ هل هما نفس الشيء؟ الا اذا كنتم لا ترون، لقد اخفقتم ثانية. فلا يوجد إذن أي متخصص في الرياضيات، حتى لو كان أينشتاين، يمكن أن يساعدكم في هذه الحسبة. نعم، عليكم باتباع ما قاله هربرت أرمسترونغ، عليكم بسماع ما يقوله هربرت أرمسترونغ. أيليق بكم هذا التصرف أيها الأمريكيون في اجتماع ديني؟ عليكم بالرجوع إلى ما قاله هربرت أرمسترونغ. لقد مات الرجل، ولكن ما زالت آراؤه مسجلة في مجلته التي أنشأها، والمسمى بالحقيقة المجردة والواسعة الانتشار، حيث يوزع منها عدد ضخم يصل إلى 8,180,000 عدد كل شهر مجانا، فتحصلوا عليها. يقول أرمسترونغ إن المسيح لم يصلب في يوم الجمعة الطيبة، ولكن صلب في يوم الأربعاء الطيب. هل تعرفون بهذا الأمر؟ إن هذه هي الموضة الجديدة، فهذه مجلة يصدر منها 8 ملايين نسخة في الشهر، وهذا الانتشار كفيل بأن يؤدي عاجلا او اجلا لعملية غسيل مخ اخرى للمسيحيين. سوف نسمع بعد قليل من يدعو الى يوم الاربعاء الطيب، يوم الاربعاء الطيب، يوم الاربعاء الطيب. وانا اقول للناس في جنوب افريقيا، اذا ما غيرت الحكومة يوم الجمعة الطيبة الى يوم الاربعاء الطيب، فعلينا بالاعتراض وعمل مسيرة لمبنى البرلمان. هل تعرفون لماذا؟ لان الجمعة الطيبة يوم طيب ايضا للمسلمين، فيه يجتمع العمال من المصانع من كل مكان، يذهبون لاداء صلاة الجمعة. اذا فنحن في حاجة الى اجازة في هذا اليوم، وهناك عندنا 3 أيام أجازة، هي الجمعة والسبت والأحد. ولكن في حالة أن تتحول الجمعة الطيبة إلى يوم أربعاء طيب، فهذا يعني وجود أجازة ليوم واحد في الأسبوع. لذلك قلت لهم
سوف نذهب في مسيرة اعتراض كبيرة للبرلمان. وسألت الإخوة والأخوات: هل أنتم على استعداد في هذه الحالة أن تتبعونا في المسيرة؟ قالوا: نحن معك 100%، سنسير في مظاهرة للبرلمان. إننا لن نسمح بتقرير وجود يوم الأربعاء الطيب، فهذا لا يناسبنا. لكن المسيحيين يعتقدون أن رسول الله قوي، المسيح طبقا لكم قد أخفق للمرة الثانية في تحقيق نبوءة واحدة. وهنا أقول لهؤلاء الذين يقول إن الرجل المسيح جاء ليموت كتكفير لخطايانا البشرية: انظروا ما حدث، إنه قبل يوم الجمعة الطيبة بيوم واحد، أي في يوم الخميس السابق للجمعة الطيبة، أخذ المسيح وأتبعه للغرفة العليا لتناول العشاء. وأثناء العشاء قال لهم على مائدة العشاء: هل تذكرون أنني عندما أرسلتكم في أول الأمر للتبشير والوعظ ولشفاء المرضى أني طلبت منكم ألا تأخذوا معكم عصيا أو رماحا؟ قالوا: لا. هنا قال: من ليس له سيف فليبتع له سيفا حتى لو باع البعض ملابسه. طلب منهم أن يشتروا سيوفا لقطع رقاب، إنه يطلب منهم أن يشتروا سيوفا. فقال أحدهم: سيدي ليس لدينا سوى سيفين. فقال: هذا كاف، ولكن لماذا؟ ولماذا يعتبر السيفين كيفيين؟ ولماذا يحتاج السيوف؟ فماذا تفعلون بالسيوف؟ تقشير التفاح أو الموز؟ ماذا يفعل الناس بالسيوف؟ طبعا لقطع بعض الرقاب. وفي إنجيل لوقا إصحاح 19 يقول لكم: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا، اذبحوهم أمامي. ولكن بماذا سيذبحونهم؟ بأصابعهم؟ لكن بأي شيء سيذبحونهم؟ لقد قال: هاتوا أعدائي واقتلوهم، اقطعوا رقاب هؤلاء الناس الذين لا يقبلون أن أكون ملكهم، أحضرهم واقتلوهم. نعم، إذن الآن فقط يطلب المسيح من أتباعه أن يسلحوا أنفسهم إلى أقصى حد. بالفعل تسلحوا وأخذهم إلى بستان جيتشيمني، وأسأل: لماذا؟ ليصلي بهم؟ لنصلي بهم في الغرفة العليا؟ ألم يكن بمقدوري أن يأخذهم للصلاة في معبد القدس حيث كانت مريم؟ ألم يكن في مقدوره أن يفعل ذلك؟ لماذا أخذهم لبستان جيتشيمني؟ أقول: انظروا، هناك استراتيجية كان يتبناها المسيح في ذلك الوقت. عندما أخذ أتباعه إلى البستان في منتصف الليل لم يكن الأمر بغرض الصلاة، فلقد وضع 8 رجال عند البوابة وقال لهم: اثبتوا في هذا المكان وراقبوه معي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وهما رجلان محاربان من أيرلندا. أخذ بطرس ذلك الرجل الصخري وولدي زبدي أولاد طندا. أخذ المسيح هؤلاء الثلاثة إلى داخل البستان كخط دفاع داخلي وقال لهم: امكثوا هنا واسهروا معي وراقبوا الأمور بدقة. يراقبون ماذا؟ المقصود هو: قوموا بحراستي. ودخل المسيح أكثر في عمق البستان وألقى بوجهه على الأرض وصلى لربه وقال: ربي إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، فلتفرج عني هذه الكربة، تجيني من هذه الظروف الصعبة وإلا أشربها ولتكن مشيئتك. وقال: أنقذني يا ربي، إني أضعت نفسي تحت أمرك. لقد تعذب المسيح وصلى بجدية أكثر وأكثر، وكان عرقه يتصبب منه، كان عرقه كنخات كبيرة من الدم تسقط على الأرض. ما هو الاختيار؟ لقد أحسن الله العظيم الاختيار. أفهناك عقد بين الأب والابن قبل بدء الخليقة مثل ما يقول المسيحيون؟ عقد بين الأب والابن، قال فيه الرب: أيها الابن سوف أرسلك لهذا العالم بعد 4000 عام بعد آدم، وأريدك أن تموت لتكفر عن خطايا الإنسانية. لكن يبدو أن المسيح لم يفعل أي شيء يشير إلى هذا العقد، فلننظر كيف كان يتصرف. لقد وضع 8 حراس وقال: انتظروا أنتم هنا وأنتم تعالوا معي، اجلسوا أنتم هنا إلى آخره. هل في هذا التصرف ما يوحي بأن شخصا يستعد للانتحار؟ هل في هذا استعداد للتضحية، للتضحية عن رغبة؟ أخبروني أنتم، إذا ما خدمتم في أي جيش أو كأفراد في فرقة كشافة فسوف تدركون أنكم عندما تقومون بمثل هذه الأشياء الدفاعية فإنكم في الواقع تقيمون استراتيجية للدفاع وليس للموت. ثم ماذا عن السيوف؟ لقد كانت معهم حتى إذا ما جاء إليهم اليهود. وماذا عن الروح التي أبداها الأتباع في الغرفة العليا؟ قالوا له وهم يخبطون على صدورهم: يا معلم، نحن مستعدون للذود عنك وللذهاب للسجن من أجلك. يا معلم، نحن على استعداد أن نموت من أجلك. ولكن هؤلاء الناس بعصيهم وحجارتهم والسيفين لم يمثلوا خطرا لليهود، وكان اليهود أكثر مهارة مما اعتقدوا، فلقد خططوا بدقة شديدة ليكون الموقف لصالحهم. وتغير الموقف، فلقد كانت المواجهة مع 8 رجال فقط، وقال اليهود: سوف نقطع رقاب أتباعك قطعا. فقال المسيح لأتباعه: ضعوا سيوفكم، لأن من عاش بالسيف قتل به. وهل لم يعرف المسيح ذلك؟ لقد عرف، ولكن الظروف تغيرت والرجل غير استراتيجيته. ما أريد أن أقوله في النهاية هو أن المسيح لم يأتي إلى هذا الوجود ليموت، ولم يمت، ولم يقتل، ولم يصلب. فكل تصرفاتي في مرحلة ما بعد الصلب المزعوم تؤكد على كل فعل أو تحرك من جانب، والطريقة التي كان يتصرف بها تؤكد أنه رجل قد هرب من الموت أكثر من مرة، وليس الرجل الذي بعث بعد موته.
شكرا. والآن فليتفضل دكتور روبرت دوغلاس. لقد حالفكم الحظ لتمكنكم من أن تكونوا جزءا من اجتماعنا في هذه الليلة. وفي بداية حديثي أريد أن ألفت انتباهكم وأجعلكم مدركين أن هناك أماكن قليلة جدا من العالم يتاح فيها مثل هذه اللقاءات. فهذه النوعية من المناقشات تحدث في أماكن مثل جنوب أفريقيا. فأنا أعتقد أن السيد ذات يقوم بإلقاء محاضرات والدخول في مناظرات من مثل هذا النوع في جنوب أفريقيا بصفة منتظمة جدا، وأعرفه من خلال شهرتي بأنه يسافر حول العالم، وأنه دخل في مناظرات مثل هذه في لندن مع قسيس أعرفه واسمه أنيس شيروش. بالطبع هو هنا من وقت لآخر في الولايات المتحدة، وأريد أن أركز مرة أخرى على مثل هذا الاجتماع الذي يعتبر فريدا من نوعه حقا، وأنه يحدث في إحدى هذه البلاد التي تعرف بأنها بلد غربي أو هذه البلاد الغربية. وأود أن أقترح أن يكون هناك اجتماع آخر من نفس النوع في دمشق أو في القاهرة أو في بغداد أو في الرباط، لكنني على يقين أن مثل هذا الأمر لن يحدث، وعلى وجه التحديد لن يحدث مثل هذا، لأنه إذا لم تعارض الحكومات مثل هذا الاجتماع فإن هناك قطاع كبير من الناس في هذه البلدان لن يسمح به. ومن هذا المنطلق فأنا سعيد أن أكون جزءا من هذا الاجتماع والذي يمثل نوعا من الاتصال والسياق الذي يمكن من خلاله أن نصل معا إلى نوع من التفاهم والحديث في مثل هذه الأمور. في الحقيقة لقد كنت مهتما جدا بما قاله مستر ديدات، وأود أن أتعرض هنا باختصار لبعض ما أورده في معرض حديثي بخصوص بعض النقاط التي أثارها من خلال الدقائق القليلة المسموحة لي. وأود أن أبدأ بالقول أنه فعلا محق بها للغاية في مقولتنا المسيحية في جوهرها تتمحور أساسا في التركيز على قضية صلب المسيح وقيامه، لكنني أتفق معه فيما قاله بأن كل ما تستطيع أن تقدمه المسيحية هو الخلاص من خلال دم المسيح. فهذا نوع من التبسيط الزائد لصالح مجريات الحديث الذي ألقاه، وأنا أعرف أنه يعرف أكثر مما يقدمونه غير ما ذكر ديدات، وهذا الذي يستطيع المسيحيون تقديمه يعتبر فريدا إلى أبعد الحدود. ومع ذلك فإن المسيحية أساسا تتمحور حول الحقيقة المقررة، الصلب وموت ودفن وقيام السيد المسيح الجسدية من بين الموتى. فالإنجيل يقر ذلك، وهذا على سبيل المثال ما ورد في إنجيل متى الإصحاح 27، حيث يذكر أن المسيح كان على الصليب لفترة ما، وفي فقرة أخرى يذكر أنهم صلبوه. لم تصف هذه الصورة، لم تصف سلسلة الأحداث التي مر بها وهو على الصليب، ويختتم الفقرة رقم 50 بالآتي: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، أي أنه قد تخلى عن روحه، والمعنى واضح. وفي مرقس الإصحاح 15 يذكر أنهم قد صلبوا المسيح، والفقرة 37 تقول إنه لفظ آخر أنفاسه. ليس هناك أدنى شك فيما يقول الإنجيل في هذا الصدد، وفي مواضع أخرى أن المسيح قد صلب، وأنه في واقع الأمر قد مات على الصليب. إن الموضوع الذي نتعامل معه هنا هو موضوع أعمق من ذلك، وسوف أتعرض للنصوص التي ساقها مستر ديدات واستشهد بها باختصار. لكن في نهاية الأمر إن الموضوع الذي نتحدث عنه وربما بصورة غير مباشرة هو موضوع مصداقية الإنجيل. فإن السيد ديدات يؤكد لنا الليلة بكل الطرق غير المباشرة التي يوظفها في حواره أن إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوكا وإنجيل يوحنا وكتابات بطرس وبولس وجيمس الآخرين الذين أسهموا بإسهاماتهم وكونوا أسفار العهد الجديد قد أخطأوا ببساطة، وأن ما كتبوه لا يتسم بالمصداقية، مليء بالأخطاء، أخطاء إلى الحد الذي أكدوا فيه على الأقل أن المسيح قد مات وأنه قام من بين الموتى. وأجد هذا الأمر شيقا كافتراض تمخضت عنه مناظرة اليوم،
هل ترون أننا نستطيع أن نتحدث عن موضوع صلب المسيح وأن نتحدث عن الجسد الروحاني أو الجسد المروحن والثلاثة أيام وكل هذه الموضوعات ومعجزة يونان في بطن الحوت، ولكن كل هذا يجعلنا نغفل عن موضوع جوهري وهام جدا، فإن جوهر الحوار يكمن في السؤال القائل: هل نثق بالله؟ هذا هو المحك، وأي إله نثق به ونؤمن به؟ والآن فإن الكتاب المقدس يقول: إن عهدي لن أنقضه ولن أبدل أبدا ما قلته بشفتي. ولقد قال المسيح: السماوات والأرض لا تزولان، السماوات والأرض تزولان ولكن كلمتي لا تزول. والقرآن في عدة مناسبات يؤكد أنه لن يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله. ومن هنا سوف أطرح الليلة السؤال التالي، ومن البداية قد يبدو كلامي غير ذي علاقة محورية بموضوعنا، وهو: هل يجرؤ أحد منكم أيها المسلمون الموجودون معنا الليلة على مجرد التفكير في تغيير القرآن؟ لا، قولوا بصوت أعلى: إنكم محقون تماما، إن حتى مجرد التفكير في مثل هذا الأمر لن يخطر بذلكم. لماذا؟ لأنكم تؤمنون بالله ولن تجرؤوا على التفكير في مثل هذا الأمر. حتى لو قررتم أن تغيروا من القرآن، حاشا لله أن يحدث ذلك، فإنه من المؤكد ألا تنجحوا في ذلك، لأن القرآن موجود اليوم في أنحاء العالم المختلفة، من ماليزيا وأندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان والعراق وسوريا. هل أنا بحاجة إلى ذكر كل أسماء تلك البلاد التي يوجد بها القرآن؟ مدينة كانساس، لورنس، شيكاغو، نيويورك، لوس أنجلوس، بيونس آيرس وكراكس، إلى آخره إلى آخره من الأماكن الأخرى. ولذلك إذا تخيلنا اثنين منكم أو عشرة أو مئة قرروا أن يجتمعوا سويا ويغيروا ما يقوله القرآن، فإنكم سوف تكتشفون بأسرع ما يمكن، لأنه لا توجد طريقة على وجه الأرض يمكن أن تجمعوا بها نسخ المصحف الموجودة في العالم. وإذا فعلتم فسيسأل الناس: ماذا يفعل هؤلاء في لورنس بكل هذا القرآن المجموع من العالم؟ إنما ينبغي أن تقولوا في هذه الحالة هو أن هذا الأمر الذي لا تجرؤون على مجرد التفكير في فعله في هذا الصدد قد فعله المسيحيون، ولكتاب يحبونه كثيرا مثلما تحبون أنتم القرآن، وأن ما لم تفعلوه أنتم بسبب استحالة فعله قد فعله هؤلاء المسيحيون بطريقة أو بأخرى منذ أمد بعيد. فإنه منذ زمن بعيد قد دونت رسالة المسيحية وانتشرت بين العديد من الأقوام والأماكن ذات اللغات والثقافات المختلفة وبين دول كثيرة. لم يحب الكثير منهم بعضهم البعض ولم يثق في بعضهم البعض، وكثير منهم لديه مناظير أيديولوجية ودينية مختلفة. وأنتم تدركون المشاكل التي تكتنف مثل هذه الظروف. هل تعرفون ما قد يحدث إذا ما قدمت جامعة كانساس كورس في مادة الدين عن الإسلام؟ وكان في هذه الجامعة طلاب مسلمون من السنة والشيعة معا. أنا أعرف ما سيحدث وأنتم كذلك، سوف ينظرون دوما إلى بعضهم البعض نظرة الريبة والتخوف، لأن بينهم اختلافات في بعض الأمور. ربما تقولون إنهم يتفقون أساسا حول القرآن والأركان الخمسة الأساسية للدين، ولكن ليست هذه هي القضية. القضية أن هناك قدرا من الخلافات وقدرا من الريبة وعدم الثقة، كما كان الأمر بالنسبة للجماعات المسيحية في العصور الأولى. وإني لا أشعر بالخجل لما أقول، فلازال هذا الأمر موجودا حتى الآن، ومن الحماقة ألا أقر بذلك. ولكن النقطة الرئيسية هي أنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مثل هذا السياق، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحقيقة التي تقول بأن كل المسيحيين الذين يعرفون بحق شيئا عن الله يحبون كلمات الله كما جاءت في الكتاب المقدس الإنجيل، فمن يجرؤ على تغييرها؟
وكيف يتم تنفيذ مثل هذا الأمر؟ وهكذا فإنكم ترون أنه مع الإقرار بالحقيقة أن كتاب العهد الجديد يؤكد على موضوع صلب وقتل المسيح وقيامة المسيح. لأن مستر ديدات وببساطة قد وجد نفسه مجبرا على معالجة أمور عديدة من الممكن له أن يزيد قائمة هذه الموضوعات التي يتناولها، ولديه حجج كثيرة يمكن أن يقدمها بخصوص ذلك، غير أن تلك الحجج يمكن دحضها. على سبيل المثال إنه يريد أن يتحدث عن الأجساد الروحانية، وقال من قال ذلك؟ بولس؟ هذا تفسير ضعيف يا سيد ديدات. فالتسوية بين معنى تعبير روحي أو مروحا وبين الروح يعد بمثابة عدم احترام لسياق النصوص وللمعاني المختلفة للكلمات الواردة في نصوص الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال دعونا ننظر إلى النص التالي في الرسالة إلى أهل غلاطيا الإصحاح 6:1، يقول بولس ما معناه: ودع هؤلاء الروحانيين منكم يصلحون إلى آخره إلى آخره. هل قال هؤلاء الذين لديهم أجساد روحانية؟ اطلاقا. مستر ديدات، نريدك ان تعرف ان كلمة روحاني مثل ما جاء في الرسالة الاولى الى اهل كورينثس العدد 15 لا تعني دائما امرا واحدا، كذلك كلمة روح لا تعني مروحا. فلا تفسير وتأويل سيء للكلمات لا ينم عن احترام السياق لنصوص العهد الجديد والمعاني المحتملة والعديدة لاستخدام هذه الكلمات. ويقول لنا ديدات، يقول على سبيل المثال أيضا إن المسيح قد خدع وأن أصحابه هربوا وأنه ليس لدينا شهود إثبات لواقعة الصلب. كيف عرفت ذلك؟ هذا افتراض. فإن الإنجيل لم يقل ولأنهم قد هربوا فلقد مكثوا بعيدا عن موقع الصلب. لقد افترضت أنت ذلك، وهذا افتراض تتبناه أنت، لأنه يبدو كأنه يدعم إلى حد ما الموقف الذي أردت أن تتخذه في المناقشة. كذلك أراد أن يتحدث عن المسيح ويونان. هل كان يونان حيا في بطن الحوت؟ نعم، ولكن هل يعني ذلك أن المسيح كان حيا وأخذ يتحدث عن 3 أيام وما إلى ذلك؟ وأنا هنا أخبركم بالإجابة عن المعجزة. المعجزة هي أن يونان قد دخل المقبرة وإن كانت في بطن الحوت، والمسيح أيضا دخل المقبرة وحدث وكانت هذه المقبرة هي بطن الأرض. الموضوع ليس 3 أيام، الموضوع ليس حيا أو ميتا، الموضوع هو دخول مقبرة. لقد دهشت وأنا أسمعك تقول وتعترف أن المسيح كان في المقبرة حيا ل3 أيام، فهذا لا يعبر عن العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية السائدة والمعروفة، فالعقيدة الإسلامية السائدة بخصوص هذا الأمر هو أنه كان هناك تشابه بين المسيح ورجل آخر في الشكل والهيئة، وأن اليهود أخذوا شبيه المسيح على أنه هو المسيح، وأن المسيح هرب وكان هناك شخص آخر على الصليب. أليس ذلك يمثل التفسير الإسلامي الرئيسي للصلب؟ أيها الأصدقاء، فإذا ما رجعتم إلى الباحثين الإسلاميين وإذا ما نظرتم إلى ذلك الكم المتعدد للآراء والتفسيرات في هذا الصدد في الديانة الإسلامية، فسوف تجدون ما يعبر عنه ديدات في هذا الصدد. مثل واحدا فقط من تلك المناظير الإسلامية لهذا الموضوع. إن ما لم يذكر لكم أيها الأمريكيون الليلة هو الآتي: إن الإسلام وجهة نظر متعددة بخصوص موضوعات متعددة مختلفة، لكنكم لن تستمعوا لمثل هذا الأمر الليلة، لن تتعرفوا على هذا الأمر الليلة. ما سمعتموه الليلة من رجل واحد قد قدم كما لو كان معبرا عن رأي كل المسلمين، ومن الممكن طرح 100 موضوع وسوف نكتشف وجود اختلافات تفسيرية لكل منها على الجانب الإسلامي. لقد كان المسيح في المقبرة ولمدة 3 أيام حيا. أنا مندهش. وما تساوي هذه 3 أيام؟ إنه يسأل. أود أن أوضح شيئا بخصوص موضوع الوقت. فتعبير ما يساوي 5 دقائق في بيروت ليس معناه 5 دقائق من 60 دقيقة، ولكن المعنى هو تقريبا. فإذا ذهبت لمن نصر الحذاء وقلت له: هل يمكن إصلاح هذا الحذاء؟ فيقول لك: بعد 5 دقائق. إنه يعني بعض الوقت وليس بالضبط 5 دقائق على وجه التحديد. وربما تريدون أن تسألوني: دكتور دوغلاس، كم من الوقت مكث في لورنس كانساس؟ فأقول لكم: يومين.
وتسألونني متى وصلت؟ فأقول لكم في الثانية يوم الخميس. متى رحلت؟ فأقول في 9 في يوم الجمعة، وهذا لا يمثل 48 ساعة، ولكن المدة يومان. هذه الطريقة التي تستخدم بها اللغة، وهكذا استخدمها كتبة العهد الجديد. إذن من التبسيط الزائد الذي يصل إلى حد تسفيه الأمور أن تحسب الأمور بالساعات والدقائق، ولكن نسأل ما الذي يحدث أو أن شيئا غير سليم يحدث إذا ما حسبنا بهذه الطريقة. يجب أن نحترم السياق التاريخي والثقافي الذي يمثل الإطار الحقيقي لتفاعل مجموعة من الناس مع الأمور المختلفة. حسنا، دعوني بعد كل ما قلت أنتقل إلى ما أريد أن أقوله بعد توضيح النقاط الواجب إيضاحها، وخصوصا ذلك الموضوع الذي يشير إليه الكتاب المقدس ومن بدايته تقريبا، بخصوص صلب وموت وبعث المسيح. لا أستطيع أن أعرض عليكم كل التفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات في الوقت المسموح لي، فهذا من الحماقة، لكنني أدعوكم إلى إمعان النظر فيها. ففي الكتاب المقدس سفر التكوين الإصحاح 22 نجد أمر الله لإبراهيم أن يقدم حياة ابنه. المسلمون يؤمنون أنه إسماعيل، وسفر التكوين المقدس يقول أنه إسحاق، وهذا في حد ذاته يطرح سؤالا آخر، لكن ما أريد التركيز عليه من خلال هذه الفرصة. وكما يقول النص في الكتاب المقدس إنه إسحاق، وإسحاق كما يذكر النص يسأل أين الخروف للمحرقة، ويجيب إبراهيم إن الله سوف يقدم ذلك الخروف، ويقيد إبراهيم ابنه وكان مستعدا لذبحه، لكن العناية الإلهية تتدخل ويشير الله إليه بالذبيحة بحيوان، ويقول الرب ولأنك فعلت ذلك ولم تمسك ابنك وحيدك فإن الله سوف يباركك. إنها قصة رمزية مجازية للمماثلة للتشبيه، وكذلك هي قصة تمثل حدثا تاريخيا أيضا. في نفس الوقت تشير إلى طبيعة الله، فهو إله يرغب في تقديم خروف كنوع من التضحية، وبهذا شبه المسيح. انظروا إلى خروف الرب الذي يذهب بخطايا البشر، قال ذلك يوحنا المعمداني في مواجهته مع المسيح. وهناك أشياء أخرى مماثلة نراها في كتاب سفر الخروج في الإصحاح 12. لقد دعي الناس لأخذ خروف لعائلتهم، وهذا الخروف يجب أن لا يكون معيبا ويجب أن يذبح. وهنا يقول الله وفي هذه الليلة سأجتاز عبر مصر وأضرب كل شبر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. أنا الرب والسيد، وسيكون الدم لكم علامة على البيوت التي أنتم بها، وعندما أرى الدم فسوف أرحمكم من الدمار. وهنا أقول ثانية أنه طبقا لرؤية العهد الجديد، أذكركم هنا بأن المسيح هو خروف الله. وهنا يقول النبي بولس في كتابه إن المسيح هو خروف الله الذي نجتاز به أو من خلاله ونقدمه للرب. والآن إما أن المسيح هو خروف الله أو الذبيحة التي تقدم لله على غرار الخروف، أو الذبيحة التي قدمت في مصر والذي منع ملاك الموت من الذبح، وإما أن الكتابات والكتب المقدسة التي بأيدي المسيحيين واليهود لا يعتمد عليها. وإذا كانت هذه الكتب لا يعتمد عليها، فأنا أقول لكم الليلة إن الله قد أخفق، لأن الله قال إن كلمته لن تضيع وأنه سيحفظ ويصون كلمته، وقال الله إنه لا يوجد من يستطيع أن يبدل كلماته. وفي أيام هارون كما ورد في اللاويين الإصحاح 16 كان هناك أيضا نوع من الأمثلة المشابهة الأخرى في تاريخ اليهود، والقصة هي أن هناك حيوان، في الحقيقة اثنان من الحيوانات لعبا دورين. الأول أصبح في واقع الأمر الضحية لخطايا الناس، والثاني عاش ليحمل خطايا كل الناس لمكان بعيد وموحش
حتى لم تعد تلك الخطايا موجودة، حتى يواجهها الناس دقيقة بدقيقة ويوما بيوم. وفي العهد الجديد في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاحان 9 و10 نرى من خلال العديد من القصص تلك التشبيهات التي تؤكد على الفكرة القائلة بأن المسيح هو رئيس الكهنة والضحية، هو ذلك الذي يمحو ويزيل الخطايا. الأنبياء أخبرونا بذلك في الأسفار المقدسة. وهذا مثال على وجه السرعة من سفر أشعياء. والآن أفهم أن مستر ديدات يسعده أن يقول هذه نبوءة شيقة، ولكن أين العلاقة بينها وبين المسيح؟ إن العلاقة في الحقيقة ليست واضحة في سفر أشعياء، فمن المعروف أن أشعياء كان يسبق المسيح 700 عام، ولكن بعد الاطلاع على كتاب العهد الجديد نرى أن الناس علموا عن الله الذي يريدهم أن يعرفوه، وأدركوا ذلك تماما وعايشوه، وعرفوا متى يكونون على صواب ومتى يكونون على خطأ. فإذا ما كانوا على خطأ دون أن يدركوا هذا، فلقد عجز الله عن حماية وحفظ كلماته، لأن الله قال إنه سيحفظ كلماته وسيصونها. وفي الإصحاح 53 من سفر أشعياء نرى أنه قد تعرض للأذى، مع ذلك لم يفتح فمه، ولقد سيق كما تساق شاة للذبح، وظل على صمته دون أن يفتح فمه. وبعد وقوع الظلم عليه وإجراء محاكمة له، أخذ بعدها بعيدا. ومن ذلك الذي يتحدث عن نزوله؟ فلقد حرم من الحياة، لقد ضرب، وكما يقول الرب فلقد نال جزاء آثام الآخرين، لقد كان علامة العظمة المتباينة مع الأشرار والأغنياء عند موته، فإنه لم يفعل أي فعل من أفعال العنف، ولم يفتح فمه بكلمة. وفي نفس الجزء الذي نقرأه من سفر أشعياء يقول: ولذلك فلسوف أعطيه مكانة خاصة بين العظماء والكبراء، لأنه قد ضحى بحياته ومات ونال جزاء الآثمين وحمل خطايا كثيرين وكان شفيعا للمذنبين. فإذا ما تناولنا ما قرأناه، فمن الممكن أن تدرك العلاقة بين تلك المقولات التي ذكرتها وبين ما فعله إبراهيم قبل ذلك، وموقع الاجتياز الإلهي الذي ذكرناه قبل ذلك، وما حدث في يوم الدفن، وإلى ما يقصه علينا كتاب العهد الجديد من روايات مؤكدة لهذه الفكرة. لقد روي كثير عن موت المسيح وأخبرنا عنه، ولقد تحدث المسيح أثناء حياته عن مماته، وتحدث عن ذلك بصورة غير مباشرة. وأنا أقر بأننا من الممكن أن نحاور بعضنا البعض عن معنى ما قاله، ولنرى معا إحدى هذه المقولات في إنجيل يوحنا الإصحاح 2 العدد 19: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. ولقد قال يوحنا ذلك في معرض حديثه عن جسد المسيح، وإننا نجد لثلاث مرات متكررة في إنجيل يوحنا أن المسيح يخبرنا عن فكرة رفعه. وكما يرى يوحنا، فإن فكرة رفعه لا تعني فقط رفعه على الصليب، ولكن تعني أنه رفع إلى السماء ومجد وأعطي لقب السيد. وفي إحدى المقولات التي تتحدث عن رفع المسيح أضيف ذلك التعليق الذي يقول: لقد شاهد بذلك الطريق التي سوف يموت بها. هذه الطريقة التي يتحدث عنها هي طريقة موته. وفي الإصحاح 10 من إنجيل يوحنا يقدم لنا المسيح هذه المقولة التي تبعث الدهشة، مدركين أن الله يصون كلماته ويحفظها. هل يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله؟ يقول المسيح في إنجيل يوحنا: أنا الراعي الصالح. والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. إنه لم يقل إن الراعي الصالح يمثل دور الذي يضحي من أجل خرافه ومثل هذه الكلمات العاطفية، وإنما قال إن الراعي الجدير بهذا اللقب هو الذي يقدم حياته بالفعل من أجل رعيته، وأنا هو الراعي الصالح. وكرر ذلك 3 مرات في 10 فقرات،
مع التركيز على عبارة وأنا أضع نفسي عن الخراف، ويضيف قائلا: لهذا يحبني أبي لأني أضع نفسي كي آخذها ثانية. إنه لم يقدم حياته لمجرد أنه يموت، إنه لم يمت لمجرد الموت، إنه مات لكي يبعث مرة أخرى بجسده. ويتحدث المسيح في إنجيل يوحنا عن وقوع البذور على الأرض، ولمجرد وقوعها على الأرض تبدو وكأنها قد ماتت، إلا أنها تثمر بعد ذلك. فإذا ما وضعنا ذلك في سياقه فإننا نرى مرة أخرى أنه في الواقع يتحدث عن فكرة رفعه. وإذا كانت هناك أي صعوبات في فهم كل هذه النصوص التي يكتنفها بعض الغموض، فإن لدينا عددا وفيرا من المقولات الأخرى، مثلما ورد أن المسيح قد بدأ يخبرهم أن ابن الإنسان ينبغي وأن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم ثانية. لقد تحدث بوضوح عن هذا الأمر، وهنا نجد هذه المقولة تعبر بوضوح عن هذه الفكرة، وهي عودة المسيح بعد قتله. وهنا نجد المبرر لارتعاد أصحابه عند رؤيته، فلقد اعتقدوا أنهم رأوا روحا، أنهم كانوا غير مستعدين تماما لرؤيته، وأنه سوف يقوم من بين الموتى. لم تخطر ببالهم تلك الفكرة، ولم يخطر ببالهم أن المسيح قد تحدث إليهم عن هذه الفكرة في عدة مناسبات سابقة وبوضوح. وفي الإصحاح 9 من إنجيل مرقس قال المسيح لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. ولكن الأتباع في ذلك الوقت لم يفهموا ما الذي يرمي إليه بقوله هذا، فلقد خافوا أن يسألوا عن ذلك. وهذه المقولة موجودة في إنجيل مرقس الإصحاح 9 والإصحاح 10. ومرة أخرى عندما كان المسيح مع أتباعه قال لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويبصقون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وفي حالة ما إذا أراد بعض الحاضرين أن يداعبوا الأفكار ويقولوا إن المسيح يتحدث هنا عن ابن الإنسان، وربما يقول أحدكم إن تعبير ابن الإنسان يعني مجرد إنسان كما جاء في سفر حزقيال، فدعوني أؤكد لكم إن تعبير ابن الإنسان مثله في ذلك مثل كلمة روحاني، له العديد من المعاني المختلفة وليس له معنى واحد أو حتى معنيان. والعدل أن نعرف المعاني المحتملة لكافة الكلمات في سياقها، ولا يصح التمسك بمعنى حرفي واحد. ففي إحدى المناسبات قال المسيح: لا يصعد أحد إلى السماء وينزل منها حتى ولو كان ابن الإنسان. إذن فابن الإنسان أيا كان فهو لا يكون مجرد إنسان، إن ابن الإنسان هو ذلك الذي أنزل من السماء، وليس رجلا عاشر امرأة وحملت وولدت. هناك شيء إلهي يتعلق بهذه التسمية. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح 9 العدد 35 هناك مقولة واضحة جدا تقول: إن المسيح كان يتحدث إلى رجل أعمى وقد أعاد إليه بصره، وسأله: هل تؤمن بابن الإنسان؟ أجاب الرجل قائلا: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيت، والذي يتكلم معك هو. ومن ذا الذي كان يتحدث معه؟ إنه المسيح. إذن فليس لنا أن نذهب بعيدا ونقوم بما يشبه صيد الأرانب من خلال نصوص أخرى لها دلالات. فعندما يقول المسيح إن ابن الإنسان سيقتل، فلا داعي لأحد أن يقول: لا نعرف من هو المقصود بلقب ابن الإنسان ومن هو. فلقد استخدم المسيح هذا اللقب كواحد من الألقاب التي كانت له. وأكثر من ذلك في إنجيل متى الإصحاح 20 قال المسيح: إن ابن الإنسان لن يخدم ولكنه سيخدم، أو سوف يقدم حياته، يقدمها كتضحية للبشر. وربما يقول أحد: إن الإنسان قد يقدم حياته لخدمة الآخرين وليس بالضرورة أن يقتل. ولكن إذا ما استطردنا وتأملنا ذلك الذي حدث أثناء العشاء الرباني
أو العشاء الأخير أو العشاء الجماعي المعروف أو أي تسمية أخرى لهذا الحدث حين أخذ الكأس وقال: هذا هو دم العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. لقد اعتزم المسيح أن يقدم حياته كفداء للبشرية من خلال إراقة دمائه. لقد تحدث ديدات عن البستان وعن عملية شراء السيوف ووضع 8 رجال في البستان لحراسته. وهنا أود أن أقول لكم إن هذا افتراض. أين قيل إنه قد وضع هؤلاء الرجال لحراسة الحديقة؟ إن النصوص لم يرد فيها مثل هذا الأمر، ولكن الأمر يتعلق بهؤلاء الذين يقرؤون من بين السطور ويحملون نصوص مثل هذه الأمور. ومن الطريف أن أعلم أن المسيح لم تكن لديه الرغبة في الموت، ولكن كان لديه الرغبة في القتال، أي الاستمرار في العيش. إنه من خلال الصور والاستعارات في كتاب العهد القديم ومن لغة الاستعارات والتشبيهات التي استخدمها المسيح إلى اللغة الواضحة في كثير من المقولات التي استخدمها المسيح، وأيضا نستخلص أنه قال ما معناه إنه سوف يقبض علي وسوف أصلب وسوف أقتل وسوف أبعث من بين الموتى في اليوم الثالث. وهذا المعنى قد سجل في متى ومرقس ولوقا ويوحنا. إذن فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ هل الصلب إذن كروسيفيكشن أم أنه FICTION؟ فإذا كان الهجاء هو FICTION أي الخيال، فإننا نقول إذن إن الله قد أخفق. مستر ديدات ربما يأتي مرة أخرى إلى منصة الحديث ويقول: انظروا إلى كتبكم العديدة، انظروا إلى تلك المعاني المختلفة، انظروا إلى تلك المخطوطات العديدة، انظروا إلى كل هذه الطبعات المختلفة، إلى كل تلك الترجمات المختلفة. أتمنى ألا تقعوا في هذا الفخ، فهناك العديد من الترجمات للقرآن. فأنا أستطيع أن أحضر لكم القرآن بالإنجليزية كما أعده يوسف علي وآخرون كثيرون. ومن الممكن أن أشير إلى فقرات من الترجمات التي تقول أشياء مختلفة، ولكن ماذا يثبت ذلك؟ هذا الأمر لا يثبت شيئا في واقع الأمر. إن الأمر الذي يمكن أن يثبت في الحقيقة هو أن ذلك الشخص الذي قام بترجمة من العربية إلى الإنجليزية قد فهم النص بطريقة ما، أو أن هؤلاء المترجمون قد اختلفوا في صياغة الفكرة بالإنجليزية، فاختاروا معاني مختلفة بالإنجليزية لنقل المعاني العربية. وبالمثل لا يستطيع أحد أن يقول هذه نسخة مختلفة، هذه ترجمة مختلفة، هذه هي النسخة المعدلة، هذه نسخة الملك جيمس إلى آخره. وتعالوا ننظر بعد ذلك إلى الاختلافات. حقيقة إذا كان في هذا الأمر ما يثبت شيئا بشأن الإنجيل، فإنه يثبت نفس الشيء بخصوص القرآن. فإن بعض كلمات العهد الجديد التي تقول إن المسيح قد مات وأنه قام من بين الموتى وأنه عاش بعد ذلك، هذه هي الرسالة التي يقرها كل الحواريين، والكتب المختلفة التي أكد عليها الحواريون وموجودة في كتاب العهد الجديد. هذا بالإضافة إلى المعلومات التي حصلنا عليها من المصادر التاريخية، فإن الصليب هو رمز منذ عهد المسيح البعيد لكل الطوائف المسيحية التي نعثر لها على أي أثر أو سجل في التاريخ. إن التعميد هو من الطقوس أو الشعائر المسيحية المعروفة منذ القديم، ويطلق عليها المسيحيون ألفاظا مختلفة بين طوائفهم المتعددة، ولكن الجميع بطريقة أو بأخرى يتفقون على أنها في جوهرها تزامن وتصاحب معاني موت ودفن وبعث المسيح. فهذه الأمور راسخة في التاريخ على مدى تاريخ المسيحية، وكذلك مفهوم العشاء الرباني أو العشاء الجماعي والأسماء المختلفة لذلك الحدث. مثلها في ذلك مثل الصليب يحمل في طياته الترميز إلى أن المسيح مات بلحمه وأعطى دمه وعاد للحياة مرة أخرى. إن شهادة القدماء الذين من الممكن أن نقول إنهم لم يعيشوا على وجه التحديد أيام الأتباع، ولكنكم تجدون رجلا مثل جاستن مارتن في دفاع عن المسيحية، والذي كتب عام 815 ميلادية
تجده يحث الإمبراطور على التأكد من التفصيلات الخاصة بموت المسيح. سجل ذلك في وثيقة بعنوان أفعال الحاكم الروماني، وتجدون استشهادا في هذا الصدد بكتابات الدوريات الرومانية، حيث كتب المفسرون بهذه الدوريات في بداية القرن الأول يناقشون أصول المسيحية ويتحدثون عن المسيح، وأنه قد أعدم بناء على أمر الإعدام الذي أصدره المفوض بأعمال القانون في عهد الإمبراطور تايبروس. وتجدون رجلا اسمه فاليس كتب في عام 52 بعد ميلاد المسيح، ولقد استشهد به كاتب هوليو أفريكانز يتحدث عن صلب المسيح. وتجدون في مخطوطة سوريانية بتاريخ 73 بعد الميلاد وموجودة بالمتحف البريطاني. والسؤال المطروح في هذه المخطوطة يقول: ما الذي كسبه اليهود من إعدام ملكهم الحصيف؟ كذلك نجد في التلمود بعض التقاليد التي يقوم بها الربانيون، ويقولون من خلالها إن المسيح قد شنق في ليلة عيد الفصح عند اليهود. ماذا يعني كل ما ذكرته؟ إن هناك تفسيرا محتملا لما ذكرته، إن هذه الأشياء قد حدثت، أو أن كل هؤلاء الناس قد خدعوا. مرة أخرى انظروا إلى تفسيرات بعض المفسرين المسلمين للقرآن الذين يقولون إنهم لم يقتلوه وإنهم لم يصلبوه، ولكن شبه لهم ذلك. إن تفسير هذا النص القرآني دائما ما يحمل الفكرة القائلة إن الرومان واليهود قد خدعوا. في الحقيقة إنهم قد اعتقدوا أنهم صلبوا المسيح، ولكن الحقيقة أنهم لم يصلبوه ولكن صلبوا رجلا آخر. ولكن من الذي خدعهم؟ أو هل كانوا مجموعة من الجهلاء؟ هل كانوا حمقى؟ أو أنه هناك تحرك من جانب الله لحماية نبيه؟ حتى لو أن الله تحرك لحماية نبيه، من هو ذلك الإله الذي يدس كل هذا الخداع بين الكثيرين من عالمنا؟ وإن تم الخداع، وإذا تم خداعهم، فمن الذي خدعهم؟ هل مجرد جهلهم المطلق، أو أن الله هو الذي خدعهم؟ وبتعبير آخر، من الذي لم يخدع إذن؟ إذا ما تحدثنا عن أمر الصلب هذا وموت المسيح، يبدو أن الجميع قد خدعوا. وإذا كان الجميع قد خدعوا، فإننا نسأل مرة أخرى: ماذا حدث لله الذي هو مهتم بأن يرسل رسالته إلى الإنسانية من خلال نبي مثل المسيح؟ وبالتالي هناك إخفاق من البداية لله، لأن الرومان واليهود قد خدعوا، والمسيحيين أيضا قد خدعوا. فإما أن يكون كل هؤلاء قد خدعوا، أم أن كل هؤلاء غير أمناء. فربما عرفوا الحقيقة، ولكنهم عن عمد وبنفسية مملوءة بالحقد كتبوا أنه مات في الوقت الذي لم يمت فيه. لماذا أرسل إنجيل المسيح؟ ليفشل على الفور؟ لماذا يكون ذلك هو الذي حدث؟ إذا كان أيضا الأتباع والحواريون قد خدعوا كذلك، فلماذا الصلب؟ لماذا البعث؟ ما هو ذلك الذي يعد أكثر من الخلاص من خلال دم المسيح؟ مستر ديدات أشار في بداية كلمتي إلى أن الاختلاف الرئيسي بين المسيحية والإسلام يتعلق بمفهوم الخطيئة الأولى لآدم وحواء، وأن هناك على الأقل نصف دست التفسيرات في الدوائر المسيحية بخصوص هذا الأمر، وأن المسيحيين لا يتفقون فيما بينهم على معنى كل ما يستنبط من تعبير الخطيئة الأولى، ولكن المسيحيين يتفقون على ماذا يقوله الإنجيل، أي ما يقوله الكتاب المقدس، في أن الإنسان مليء بالخطايا، وأن الخطيئة هي أكثر ببساطة من الخطأ، أي أن هناك شيئا يمثل خطيئة الإنسان أساسا، وهذا نتيجة لتبعات اختيار الناس والتمرد على الله وما تمخض عن ذلك من تبعات خطيرة تلاحق البشر. والدليل على ذلك ممكن أقدمه لكم من التجربة الإنسانية. وأنا أسألكم: كم منكم إذا كنتم أمناء حقا وبمعنى الكلمة
فعندما يكون الإنسان منا في حالة من الوحدة أثناء الليل يستطيع حقيقة أن يتعامل مع ويتغلب على هذه النزعات الإنسانية بداخل كل إنسان، والتي تمثل السيطرة على النفس، الكبرياء، الشهوة وبقية القائمة. وفي لحظة الصدق فإن أغلبنا سوف يعترف أننا غير قادرين بالفعل من خلال الطاقة الإنسانية التي نملكها، أو من خلال الطقوس، أن نتغلب على هذه الأمور. ولكن لماذا؟ السبب يرجع إلى تلك العقيدة التي ذكرت بالكتاب المقدس، والتي تقول إن ذلك بسبب طبيعة الخطيئة. وهنا نسأل مرة أخرى، لماذا الصلب إذن؟ دعوني أوضح الإجابة على هذا السؤال من خلال السياق التالي. الصلب بطريقة أو بأخرى هو مسألة شرف. نعم، إنها مسألة شرف الله. ويقول كتاب اللاويين في العهد القديم أنه إذا نام الرجل مع أمه، يا له من شيء، إذا نام الرجل مع أمه فإنه يجلب العار على أبيه، وأنه يجب أن يعدم. وإذا نام الرجل مع أخته فإنه يجلب العار على عائلته ويجب أن يقتل، إلى آخره. فإن الأحكام معروفة في هذه الحالات. والآن إذا ما أثرنا السؤال الخاص بالشرف والعار، وأنتم تعرفون عن الشرف إن العار يقتل صاحبه. وفي كتاب صامويل بالعهد القديم نجد أن أبناء إيلاذ قد جلبوا العار على أبيهم، وأنهم سوف يقتلون لذلك. وبمتابعة قراءة الإصحاح إلى آخره نجد أنهم قد قتلوا وذهبوا. ونقرأ عن بلشاسر ذلك الملك الحيثي في سفر دانيال، حيث قال الله له: بسبب أنك جلبت العار على الله فسوف تنتهي أيامك وسوف تنتهي مملكتك. أترون الآن من الممكن أن نجلب العار على عائلتنا؟ وكذلك فإنه من الممكن أن نجلب العار على الله. ولذلك وفي عدة مناسبات يقول الله: إنكم قد جلبتم العار علي، لقد جلبتم العار علي. وفي العهد الجديد نجد أن المسيح يذكر ما قاله النبي أشعياء لقومه حين قال لهم: هؤلاء الناس يكرمونني بشفاههم فقط، ولكن قلوبهم بعيدة عني. إذن من الممكن أن نقول إنه ربما تظاهرنا بتكريم الله بشفاهنا في الوقت الذي نجلب فيه العار على الله. دعونا نسأل الآن عن كيفية معالجة الناس لموضوع العار. أقول لكم إن الأمر ليس من خلال المراسيم. أنتم أيها المسلمون تذكروا ما يحدث في بلادكم، تذكروا تلك المشاهد التي تحدث في مجتمعاتكم. إذا ما نامت أخت أو بنت لكم خارج المنزل، أو أنها قابلت على ناصية الطريق شابا وتحدث معا أو مشي معا، أو أمسك كل منهما بيد الآخر، أو لمس أي منهما الآخر، أو قام بممارسة الجنس، لقد ألحقوا العار بذويهم. فإذا جاءت هذه الفتاة معتذرة عن ذلك، أتسامحونها؟ طبعا لا. إذا جاءت هذه الفتاة نادمة على ما اقترفته وقالت لأهلها، وهي مليئة بالأسف والحزن: أبي، أمي، وأسرتي، أنا آسفة، آسفة لما فعلته، أفيقولون دعك من هذا؟ انسي هذا الأمر؟ أنتم تعرفون أكثر من ذلك. إنكم تعرفون أنكم لن تزيلوا ذلك العار بمجرد أن يقول أحد: أنا آسف، ويقول الطرف الآخر: دعك من هذا. فلننسى هذا الأمر. فما بالنا بشرف الله عندما يجلب العار على الله، عندما أجلب وتجلبون معي العار على الله، الله الذي خلقنا. ما الذي يمكن فعله؟ هل الأمر يستلزم فقط أن نقول: ربنا نحن آسفون؟
أو أن نقوم ببعض الطقوس الظاهرية، أو أن نأتي بقلوبنا ونقول بكل قلوبنا نحن متأسفون وسأقوم بهذه الشعائر؟ الإجابة لا. إن الله يتدخل عند هذه النقطة بمعجزة المعجزات، ويقول المسيح هنا في إنجيل يوحنا الإصحاح 15: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه لأجل أحبائه، وأنتم أحبائي. إذن فلقد أرسل الله المسيح كوسيط بيننا وبين الله، فهو ذلك الذي سوف يتعامل مع موضوع العار الذي جلبناه على الله من خلال موته من أجلنا. ولقد مات الكثيرون من الرجال والنساء الذين جلبوا العار على أبيهم أو أخيهم أو أختهم. والقرآن يتحدث عن قصة إبراهيم الذي قدم ابنه كتضحية نبيلة. هذا ما فعله الله. لقد بعث عيسى ليفدينا ويزيل عنا الجزاء المستحق لما جلبناه من عار على الله من خلال تضحية نبيلة نتيجة لما اقترفناه من خطيئة. فعيسى هنا يمثل تضحية نبيلة أخرى. إن المسيح هو ذلك الوسيط بيننا وبين الله، هو ذلك الذي قام بدور الحماية لنا، هو الوسيط والشفيع، وذلك الذي تلقى الصفعة بالنيابة عنا. إذا كان ينبغي لنا وأن نتلقى تلك الصفعة، ففيما يتعلق بقضايا الشرف فهناك دائما صفعة ينبغي وأن يتلقاها أحد. وفي يوحنا الإصحاح 5 يقول عيسى: لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. إنني أقول لكم الليلة إن موضوع صلب وقيام المسيح ينبغي أن يكون حقيقة، وإلا فجميعنا بلا أمل، فقد جلبنا العار وأسأنا إلى شرف الله. وهذا بمثابة نوع من الانتحار. لماذا يكون كل ما قلته معقولا؟ أي أن واحدا سيموت من أجل الآخرين، فهل هذا معقول؟ نعم. أو هل هذا فوق المعقول؟ نعم أيضا، بطريقة أو بأخرى. إن موضوع الصلب من الممكن وأن يفهم على أنه تحرك من جانب الله لصالحنا، هو تعبير عن حب الله للإنسانية ورحمته، رحمته بنا. إنه تعبير عن عدالة الله. إنه دليل على التسامح المبني على طبيعة الله والمظهر لها، المبني على طبيعة الله والمظهر لها. وأقول لكم إن أي نوع من الأمل في الحصول على الحياة الأبدية المبنية على قيامنا بأعمال جيدة بالقدر الكافي وإخلاصنا في أداء الشعائر يمثل نوعا من الأمل المشكوك في تحقيقه. لقد قال الله في الإنجيل، وأعتقد أنه قال ذلك أيضا في القرآن، إنه إله عادل وإله منتقم، إله منتقم، وأن الله هو الرحمن والصبور. وكما قلت من قبل، إنه من الصعب جدا التوفيق بين هذه الصفات بطريقة أو بأخرى. كيف تكون عادلا؟ كيف تكون عادلا وكيف تكون منتقما لشرفك وللإهانة الموجهة إليك، وفي نفس الوقت تكون رحيما وعطوفا؟ هل ببساطة من خلال ترك الأمور والتخلي عن رد الإهانة؟ فهذا قد يكون عطفا ورحمة، ولكن أين العدل هنا؟ أين خاصية وطبيعة الانتقام؟ هل تتجاهل هذا الأمر؟ هل تتخلى عن هذه الصفات؟ هل هذه الصفات لم تعد صفات الله؟ ومن الناحية الأخرى، فإذا ما أردت أن تقيم الأحكام وتمارس العدالة وأن تنتقم لما حدث، إذا تخلينا عن هذه الأمور
فسوف تكون جهنم مصيرنا جميعا. ولذلك ما الذي ينبغي أن نفعله؟ إن الإجابة هي الإنجيل. من هو المسيح إذن؟ إنه من خلال المسيح أظهر الله عدالته ورحمته في معالجته لتمردنا وللإهانة التي وجهناها إليه والعار الذي جلبناه على اسمه المقدس. لقد جاء المسيح ليكون الوسيط لنا في معالجة هذا الموقف، وأصبح مخلصنا وتحمل الصفعة الموجهة إلينا ليتلقاها هو. وهذا ما قاله المسيح، وهذا ما فعله. لقد قدم حياته لأصدقائه ولكل هؤلاء الناس الذين يعتمدون عليه إلى حد الثقة به ويثقون بفعله وليس بأعمالهم الجيدة. دعوني أقدم لكم هذه التعليقات القليلة فيما تبقى لدي من وقت. هل أستمر؟ 5 دقائق؟ 5 دقائق. دعوني الآن أقدم بعض الأمور التي لم تسلط عليها الأضواء الليلة، وبعضكم قد لا يحب أن يسمعها، ويمكن أن يقولوا لا كما قال لي بعض المسيحيين. على أن تقوموا بالتأكد من تاريخكم ومما يقوله الباحثون عندكم، وأن تمعنوا النظر في الاختلافات الموجودة في الإسلام وأن تجيبوا عليها. إذن فدعوني أقترح بعض الأمور التي لم نناقشها الليلة. هل يعتمد على الإنجيل؟ لا، هناك اختلافات في الهجاء. هل يعتمد على الإنجيل؟ لا، هناك اختلافات في التفسيرات. هل يعتمد على الإنجيل؟ لا، هناك التراجم المختلفة. هل يعتمد على الإنجيل؟ لا، أحيانا لا تجدون الفقرة 8 من يوحنا وكذلك الفقرة 16 من مرقس. هل يعتمد على الإنجيل؟ هل يعتمد على الإنجيل؟ لا، لأن به بعض القصص كتلك الموجودة في المصادر الوثنية. هل يعتمد على الإنجيل؟ لا، لأن هناك بعض الباحثين. نعم، ديدات قد يخرج من حقيبته بعض المقولات لهؤلاء الباحثين من الموسوعة الإنجيلية وغيرها، مما يفيد أن كل عملية الصلب وتفاصيلها مجرد خداع. وأنا أقول لكم الليلة أنه لا يريد أن يفعل ذلك الليلة، لأن كل هؤلاء الباحثين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالظواهر فوق الطبيعية. وأن نفس النقد الذي وجهه هؤلاء الباحثون للإنجيل سواء من ناحية الصلب أو البعث أو أي شيء من هذا القبيل هو نفس النقد الذي وجهونه إلى القرآن، لأنهم لا يؤمنون أن القرآن قد جاء من عند الله. فأنا بالطبع أكره أن أدعو ذلك الرجل الذي لا يؤمن بالقرآن أن يؤمن بالإنجيل، فهو ضد فكرة الإيمان بالله. فلنسأل إذن عن الافتراضات المسبقة لهذه النوعية من الباحثين. والآن أعود لما كنت أتحدث عنه. إذا أراد أحد أن يقول إن المشكلة في نص الإنجيل ذاته، لأن هناك اختلافات في الهجاء، فهناك اختلافات في الهجاء في بعض الآيات القرآنية، هل هذا يثبت أنه ليس من عند الله؟ بالنسبة لكم ستقولون هذا لا يثبت أنه ليس من عند الله. فإذا كان هذا لا يثبت أنه ليس من عند الله، لماذا نأخذ بهذا الأمر عند الحكم على الإنجيل؟ كذلك فيما يتعلق بالتفسيرات المختلفة، التفسيرات المختلفة للقرآن، وكذلك النسخ المختلفة للقرآن، وكذلك الترجمات المختلفة للقرآن والآيات المفقودة. ألا يوجد آيات قد حذفت من القرآن؟ ربما يقول أحدكم لا يوجد مثل هذه الأمور. إذا كنتم تهزون رؤوسكم بما يفيد النفي، أود أن أقول لكم إن هناك بعض الباحثين المسلمين ذكروا أنه قد حذف ما يقرب من 250 آية من القرآن. فعليكم إذن أن تختلفوا مع باحثيكم. لا زال لي 5 دقائق. حسنا،
هل القرآن به قصص من مصادر وثنية؟ ربما أن القرآن لا يمكن إخضاعه للنقد، الكل يفهم ذلك. من النقطة الرئيسية التي أود أن أركز عليها هي ببساطة أنه إذا لم تكونوا غير راغبين في إمكانية معالجة هذه النقاط التي أثرتها بخصوص القرآن، فليس من حقكم مناقشته بخصوص الإنجيل. ما أريد أن أقوله ببساطة هو أن التفكير المنطقي والعقلاني مطلوب، إنما أوردته من نقاط تهدف إلى أن الاختلافات في النص اليوناني للإنجيل لا يثبت شيئا سوى اختلافات في الهجاء كما هو الحال في القرآن. هل الاختلافات في الترجمات الإنجليزية والأندونيسية أو الفرنسية القرآن يثبت شيئا؟ لا شيء عن القرآن ولا شيء عن الإنجيل. كل ما في الأمر أن هناك متاعب تواجه المترجمين في ترجمتهم. السؤال الخاص بهل كل الآيات موجودة في القرآن؟ هناك مشكلة، وهي أن كل الاختلافات التي وجدت عند جمع القرآن قد أحرقت، وتاريخكم يسجل هذا. أما في الإنجيل فكل الاختلافات مدونة في حواشي النص اليوناني وهي كثيرة، ولكن كيف يمكنكم تحديد ما هو أصلي عندكم إذا لم يكن لديكم ما تنظرون إليه؟ لقد سجل التاريخ وجود اختلافات بين ما هو موجود وما أحرق. إنما أريد أن أقوله، وأتمنى ألا تفهموا ذلك على أنه هجوم على القرآن، إنه كما في المثل الإنجليزي، ما ينطبق على إكس لابد أن ينطبق على واي، فما ينطبق على القرآن ينطبق أيضا على الإنجيل. إنه من منظور الكتاب المقدس، فإن عملية الصلب ليست كما في الهجاء FICTION بل FIXION. فإمان يكون المسيح قد صلب وقتل مات ودفن، وبعد 3 أيام قام من بين الموتى، وأن هذه الحقيقة المحورية المبنية على أساس ما يقوله الكتاب المقدس، أو أن الأمر برمته كما قال السيد ديدات باعتقادي أنه خيال. وإذا كان الأمر خيالا، فإن الله الذي قال عن المسيح أنه أقوى الأنبياء وأقربهم إليه والذي حمل إنجيله إلى البشرية قد فشل. نعم فشل بشكل أو بآخر، ومنذ عدة قرون، لمدة 6 قرون على الأقل، لكنه لم يفشل نهائيا من وجهة نظركم إلى أن جاء محمد بالقرآن. غير أن هناك 6 قرون قد فشل الله فيها، وأنا لا أعتقد ذلك. فأي إله هذا الذي يمكث 6 قرون في حالة من الفشل ويكون ذلك في سجلاته؟ هذا جزء من النقاط التي يجب أن نعالجها، وسأتوقف عند هذا الحد. والآن أحمد ديدات لمدة 10 دقائق. سيدي الرئيس، أيها الإخوة، لقد أطلق دكتور دوغلاس وابل من الموضوعات المهمة أمامي، ولست أدري عن أي منها أتحدث في هذه الدقائق. كما ترون لقد أثار عددا من الموضوعات التي لا علاقة لها نهائيا بموضوع المناظرة، مثل أصالة الإنجيل وهل يعتمد عليه أم لا، وهذا أمر لا مجال لمناقشته الليلة، غير أننا قد أفردنا لمعالجته ندوة مستقلة مع الأخ جيمس وغارت امتدت لأكثر من 2 ساعة وتضمنت العديد من الأسئلة والأجوبة. ولكن الأخ دوغلاس قد أطلق بالفعل وابلا آخر من الموضوعات مثل الاختلافات الموجودة في القرآن، فهل أتناول هذا الأمر في تلك الدقائق القليلة وأتحدث عن النسخ المختلفة والترجمات المختلفة للقرآن؟ هل أتناول هذا الأمر؟ ما أريد أن أقوله وأن هذه الدقائق لن تتسع لمثل هذه الموضوعات التي
أثارها دكتور دوغلاس، وسيكون ذلك إهدارا للوقت. كما ترون قد أطلق وابلا من الموضوعات أمامنا. لقد كانت له مقولات متناقضة، كقوله إن المسيح كان حيا في المقبرة 3 أيام و3 ليال، وفي الوقت نفسه قال إنه في اليوم الثالث بعث. إنه شخص فريد إذا ما نظرت إليه من خلال خبرتي في التعامل مع مئات المسيحيين العالمين بدينهم. فإن أحدا منهم لم يخبرني أن المسيح كان حيا، كلهم يخبرونني بأنه كان ميتا وكان على الصليب 3 أيام و3 ليال، ولكنه كان ميتا في المقبرة وفي اليوم الثالث بعث، لكنه يرى أنه كان حيا. وهذا بمثابة اللعب على الحبلين في معرض حججه، محاولا أن يلفت أنظارنا إلى المعاني المتعددة لكلمة روحاني. كلمة روحاني وروح، أنا أتفق معه أن لهذه الكلمات معاني متعددة. فكلمة روح في الإنجيل ليس لها معنى واحد في كل الأحوال، فأحيانا تترجم على أنها الروح القدس عندما يقولون عندي روح الله، أي روح القدس. ويتحدث الإنجيل عن 7 أرواح أرسلهم الله للعالم. ومن المعروف أن المسيحيين ليس لديهم 7 من الروح القدس، نعلم ذلك. فالمسيح يقول في إنجيل القديس يوحنا إن من له عظام من الروح فله من الروح، ومن له عظام من اللحم فهي من اللحم. لأننا نعرف. فهذا الذي ذكره لا يعني ما كان يقوله المسيح، فالأمر مختلف وله معاني مختلفة المستويات. فلهذه الكلمة المتعلقة بالروح معاني متعددة وعلى مستويات مختلفة، ولكن في الوقت نفسه وبنفس الأسلوب الذي تحدث به دكتور دوغلاس، لماذا لم يخبرنا الأخ دوغلاس عن المعاني المختلفة لكلمة ميت أو مات؟ لهذه الكلمات معاني كثيرة جدا ومختلفة في الإنجيل. فإن كلمة ميت لا تعني دائما ميت، أحيانا تعني أن الرجل قد انفصل عن روحه. ونجد في سفر التكوين أن الله تعالى قد حذر آدم قائلا لا تأكل من فاكهة هذه الشجرة لأنك يوم تأكل منها فسوف تموت. ومع ذلك عاش آدم 930 سنة. ولذا فإن أخواننا علماء المسيحية لهم طرق يخرجون بها من أي مأزق، فتسمعهم يقولون لا، هذا موت روحاني، فهو روحانيا قد مات ولكنه بدنيا عاش 930 سنة. وأنا أتفق معهم، ولكن لماذا لا نستخدم نفس الطريقة في تفسير موت المسيح؟ فأنت تتحدث عن الابن الضال في وعظك ومحاضراتك. الابن الضال هو الابن الذي تاه من أبيه، ذهب إلى أرض غريبة والتقى بجماعة من الأشرار وقرر أن يعود وعاد بالفعل. والأب الذي يمثل الإله عندما رأى ابنه الضال عائدا قال هذا هو ابني الذي كان ميتا والآن هو حي، والمعنى أنه الابن الذي فقد ثم وجد. لماذا لا تخبرون أن كلمة ميت هنا لا تعني المعنى المعروف، ولكنها تعني الانفصال عن الأب؟ اشرح لهم إن الأمر هو انفصال وليس موتا، لأن الابن لم يمت أبدا. ونفس الشيء بالنسبة لآدم، فهو لم يمت لمدة 930 سنة، ولكنه حدث له انفصال. نعم انفصال. إذن كلمة الموت كانت تعني حالة من الانفصال. لماذا لا تستخدمون نفس المعنى لترجمة أو تفسير حالة موت عيسى؟ إنها حالة انفصال عن الله، فهذا المعنى مسجل في كتبكم. ولن نتحدث أبدا عما يقوله لنا القرآن في هذا الصدد، إننا نتحدث الآن من سجلاتكم. اشرحوا كتبكم كما هي ووفقا لمعطياتها كما هي، وبلغتكم افتحوا هذه الكتب. ترون أن المسيح وهو على الصليب من المفترض أنه صرخ بصوت عظيم قائلا ربي ربي لماذا تركتني، أي ربي ربي لماذا تخليت عني. ما معنى التخلي هنا؟ إن الله تخلى عن آدم، فالتخلي عن هنا يعني الموت. كذلك فإن الابن الضال انفصل عن أبيه فكان بمثابة الميت. إن المسيح نفسه يعترف بكلماته أنه قد انفصل عن الله، فهذا موت، هذا موت، موت روحاني. ولكن الموت الذي تتحدثون عنه هو الفيزيقي، لابد أنه قد قضى نحبه وفاضت روحه من جسده، فهذا موت. وإذا لم يحدث مثل هذا الموت إذن فهو كان حيا لمدة 3 أيام. وفي المعجزة التي يتحدث عنها المسيح، معجزة يونان، ليست المعجزة في أنه قد قبر وأصبح مقبورا لمدة 3 أيام و3 ليالي. فما هو وجه الإعجاز في هذا الأمر؟ فأنت إذا وضعت إنسانا في المقبرة وجعلته مقبورا لمدة 3 أيام و3 ليال، ما وجه الإعجاز هنا؟ إذا وضعته حتى لمدة 3 أسابيع، ما وجه الإعجاز؟ المعجزة تكمن في أنك تتوقع أن يكون الرجل قد مات، فإذا لم يمت فهذه هي المعجزة. وطبقا للعقيدة المسيحية على وجه الإجماع، فإن المسيح كان ميتا لمدة 3 أيام و3 ليال، ويونان كان حيا لمدة 3 أيام و3 ليالي، وبالتالي فإنه لم يحقق ما تنبأ به، يصلب.
والآن ما معنى كلمة يصلب؟ الكلمة تعني عندكم يقتل، الكلمة تعني القتل بالتعليق على الصليب. فإذا ما وضع شخص على الصليب على سبيل المثال، ففي حالات عديدة، ولدينا تقرير هنا من الصحافة الفلبينية أن 13 فلبينيا قد قاموا بوضع أنفسهم على الصليب مقلدين المسيح في ذلك، 13 فلبينيا. وهناك أعداد كبيرة من الفلبينيين يقومون بفعل نفس الشيء في أعياد الفصح كل عام. أنا متأكد أنكم قد قرأتم عن مثل هذه الأخبار. إنما يحدث حقيقة هو أن الشخص بعد أن يؤخذ ويوضع على الصليب ويثبت عليه، يتم إنزاله من على الصليب، يكون حيا ويتمشى ويدخن سجائره. المشكلة في لغتكم يا سيدي، لا توجد كلمة، لا يوجد فعل في لغتكم يصف هذا الأمر. عندما يوضع الرجل على الصليب ماذا يعني ذلك؟ تقولون أنه صلب بالرغم من أن الرجل حي. ماذا حدث؟ هل صلب؟ فبعد 20 عاما يطلق عليه رصاص ويموت، أو ذلك الشخص الذي يموت في حادث تصادم سيارة، هل تقولون أنه مات مصلوبا أو مشنوقا أو مقتولا؟ ما المقصود هنا في لغتكم؟ لا توجد كلمة واحدة في لغتكم تشرح ما إذا كان مجرد وضع الرجل على الصليب يعني أنه قد قتل. ماذا تقولون عن هذا؟ فإذا ما أخذ أحد الرجال إلى الشنق ووضع الحبل حول رقبته، ولكن قبل أن تقطع رأسه فك الحبل وتم تحريره، وبعد ذلك ب10 سنوات ب15 عاما مات ميتة طبيعية، فهل نقول إنه شنق؟ لا أريدكم أن تقولوا إنه لم يشنق. ماذا حدث له بلغتكم؟ عليكم أن تأتوني بكلمة في لغتكم، عليكم أن تجدوا هذه الكلمة. لا توجد أي كلمة تعبر عن موقف كهذا. أتوني بفعل يصف الحدث. لا يمكنكم أن تقولوا شنق أي أنه صلب. إنما يفعله الناس الآن هو وضع الكلمة بين فصلتين لتفيد أن هذا ما يقوله الناس عندما يموت أحد. عندما يموت أحد توضع كلمة أو جملة صلب بين فصلتين، صلب ولكن بين فصلتين. لدي كتيب صغير، هذا الكتيب ينقذ المسيحيين من حالة البؤس التي يعيشونها. عنوانه كلمة واحدة، الصلب، كروسيفيكشن، C-R-U-C-I-F-I-T-I-O-N، فيكشن أي خيال، أي أن حدوث الصلب بهذا المعنى يفيد أن الرجل لم يمت حقيقة، لم يصلب. ولكن في الواقع الفعل الجديد الذي أقدمه هنا يعني أنه صلب في الخيال، كروسيفيكتد. ونضع القوسين لهذا الفعل المستحدث في اللغة. والآن لا أعرف ما القضية الأخرى التي أتناولها، ولكنني أريد أن أقول لكم باختصار إن لدينا العديد من الأسباب التي تدعونا إلى القول بأن المسيح لم يصلب طبقا لنصوصكم. ففي سفر أعمال الرسل نقرأ أنه أعطى، أقصد فيما يتعلق بالصلب، أعطى عدة إثباتات مقنعة بأنه كان حيا. حيا، لقد أعطى إثباتات مقنعة، نعم مقنعة، أنه كان حيا. ولقد شهد العديد من المجدوليين لدى العديد من الحواريين بأنه حي حي، ولكنهم لم يصدقوهم، لقد كان حيا وأنه لم يبعث. فالكلمة هي أنه كان حيا مرة أخرى، حيا. ولقد كان هناك من ذهب إلى الغرفة العليا حيث كان العشاء الأخير، وخرجوا بعد لقائهم بالمسيح ليؤكدوا أنهم قابلوا المسيح وأنه كان حيا، ولم يصدق أحد. أخبر توماس أن المسيح حي ولكنه لم يصدق. إنه لموقف مدهش حقا أنكم تقرؤون كل هذه النصوص بلغتكم الأم. فالكلمة هي حي حي حي، ولم يبعث، لم يبعث، لم يبعث، لكنكم تخلطون وتقولون إن كلمة حي وكلمة بعث لهما نفس المعنى، وهذا غير صحيح. فكلمة حي تعني حي، كما لو كان الروح القدس لا يعرف كلمة بعث. إذا كان هذا هو ما حدث، فإن الروح القدس قد أوحى لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا أنه قد بعث بعث بعث، وليس لمرة واحدة، ليس لمرة واحدة. إن المعنى المقصود كان حيا حيا حيا. إن الرجل قد تنكر ولم يظهر للجميع. لماذا؟ لأنه إذا كان قد هزم الموت فهو ليس بحاجة إلى أن يخاف أبدا، لأن النصوص تقول إنه مكتوب على كل البشر أن يموتوا مرة واحدة وبعد ذلك يكون الحساب. فلا يمكن أن تموت مرتين. ولكن إذا ما نظرنا إلى تصرفات الرجل المسيح فسنجد أنه قد هرب من الموت بأعجوبة. بيلاطس نفسه لم يجد الرجل مذنبا، لقد كان الأمر حلما، رأى فيه ألا يحدث أذى لهذا الرجل. لقد ظل على الصليب 3 ساعات فقط في بعض الروايات، ولا يمكن للرجل أن يموت بمجرد صلبه لمدة 3 ساعات، وهذا طبقا للمؤرخين الكنائسيين وكتاب أناجيل المسيح. هنا يقول ويليام حنا في كتابه بعنوان حياة المسيح،
يقول إن هناك رواية تقول إنه كان حيا على الصليب طيلة اليوم الأول، وهناك من قال إنه كان حيا في اليوم الثالث، وهناك سجلات أخرى ذكر فيها أنه كان حيا على الصليب حتى اليوم الرابع للصلب واليوم الخامس كان حيا. هنا نقول لماذا يقول البعض إن المسيح قد مات في خلال 3 ساعات بعد صلبه، وقيل أيضا إنه عندما حاول البعض كسر عظام المسيح فإنها لم تكسر. لماذا؟ يقول الإنجيل إن في هذا تحقيقا للنبوءة التي تنبأ بها المسيح، فإن الإنسان الذي لم يمت يحتاج إلى عظامه للمقاومة، ولكن إذا مات الرجل وكسرت ساقه فلن يضره ذلك في شيء. فإذا ما نظرتم إلى تفاصيل كل فعل على حدة فأنا أستطيع أن أعطيكم 30 دليلا مختلفا من النصوص تقول إنه لم يقتل ولم يصلب. لديكم هذا الكتيب بعنوان الصلب حقيقة أم خيال. هذا الكتيب أقدمه لكم مجانا لقراءته، فهو مكتوب لأجلكم. كما ذكرت آنفا لقد انهال علينا الدكتور دوغلاس بوابل من الموضوعات التي لم تتح 10 دقائق الممنوحة لي فرصة الرد عليها، وأتمنى أن يتيح الوقت المخصص للأسئلة والأجوبة فرصة أفضل للتركيز على موضوع مناظرة الليلة، هل صلب المسيح حقيقة أم خيال؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السيد دوغلاس، لقد قلتم إن كلمات الله لا تبدل، وإنني أؤمن بأن الله سيحفظ كلماته، فكيف تفسرون وجود تلك الأجزاء المحذوفة والتحريفات الموجودة بالإنجيل؟ على سبيل المثال نجد في كتاب اللاويين فقرات تنهى الناس عن أكل اللحم غير المذبوح. قد حذفت. إنه من الممكن إثبات أن القرآن لا يزال في شكله الذي نزل به. فما هو الدليل لديكم بأن الإنجيل لم يحرف ولم يتغير؟ حسنا، كما ذكر سيد ديدات إن هذا الموضوع قد يأخذ منا ليلة كاملة للنقاش، ولكن فيما يتعلق بالدليل بأن الإنجيل لم يتغير فإن الدليل يكمن في وجود العديد من المخطوطات الإنجيلية الممثلة لمختلف العصور، وبعض هذه المخطوطات قديم جدا وينتمي إلى ثقافات وأماكن مختلفة. فإذا ما أخذنا هذه المخطوطات ووضعناها جنبا إلى جنب ونظرنا إليها وقرناها ببعضها البعض، إنه من الواضح أن هناك أجزاء من الإنجيل لا يزال الناس يتساءلون بشأنها. ولقد أشرت في سؤالك إلى ما جاء في سفر اللاويين. إنني مندهش إنك لم تنظر أولا إلى ذلك الجزء في يوحنا 8 أو نهاية مرقس 16، حيث تجد أن في العديد من الترجمات الإنجليزية الخاصة بها تلك الحواشي التي تفيد القول بأن هذه الفقرات ليست موجودة بالمخطوطات القديمة. إن الأمر هو في الواقع أن ننظر إلى كل هذه الأمور معا ونقارن الفقرات بعضها بالبعض الآخر الموجود لدينا من حيث الزمن والمصدر، ومن خلال هذا النوع من المقارنات المباشرة من المنظور الإنساني، وحتى إذا ما كان هناك تجاهل لبعض الفقرات فإننا حقيقة لا نفقد شيئا على الإطلاق. إن كتاب العهد القديم يمنع بوضوح اليهود من أكل الخنزير. إنني لست متأكدا حقيقة مما تريد أن تشير إليه هنا، فإن التحريم مقرر سواء أشارت تلك الفقرة التي ذكرتها من كتاب اللاويين إلى ذلك أم لم تشر إليه. ما أريد أن أقوله ببساطة هو أننا بصدد التعامل مع الأشياء من منظور بحثي وتاريخي، وما نهدف إليه من وراء ذلك كله هو موضوع الله، وأقصد أن الله يحفظ كلماته ويحميها، والسؤال هل يفعل ذلك حقيقة أم لا. والآن إن معنى أن يحفظ الله كلماته ويحميها يتمثل في حفظ ما قاله الله وأراد من خلاله أن يتبع الناس ما يأمرهم به دون حصر لكل حرف ألف وباء وجيم إلى آخره. فإن هذا يعني شيئا آخر، وهذا ما لا يتفق وما يعلمه لنا الإنجيل.
السيد ديدات، عندما أحيا المسيح لعازر من الموت أو الآخرين الذين أحياهم، هل تمت روحانتهم؟ تحدث بولس عن البعث بما يفيد ذلك. كما ترون إن الفرق بين البعث وإحياء الموتى من موت ظاهري هو أمر واضح. فإذا ما بعث المسيح فإن هذا يعني أنه لا يزال يمشي في الأرض. ربما نجده معنا هنا لأن الأسفار المقدسة تخبرنا بأنه لا يوجد إنسان يموت مرتين، ولذلك أين هو الآن؟ فإذا ما تم بعثه فإنه قد تمت روحانته وذهب إلى السماء، ولكن هذا ما لم يحدث لعيسى، فلقد مشى بين الناس وعاش بين الناس وعاد إلى المنزل وتناول الطعام، ولذلك فما حدث له لم يكن بعثا وإنما كان أحياء من موت ظاهري، لأن المعنى الحقيقي لكلمة البعث هو ذلك الذي يحدث يوم القيامة فقط. أتمنى أن يكون في ذلك ما يجيب على السؤال. إلى السيد دوغلاس، لماذا أو ما هو الفرق بين العهدين القديم والجديد؟ ألا يجب أن يكون كتابا واحدا كالقرآن؟ إنهما بمثابة كتاب، كتاب واحد كالقرآن. إن العهد القديم هو كلمة الله التي أنزلت على موسى للشعب اليهودي بكل طوائفه وأقاليمه المختلفة، وكان ذلك لصالح الشعب اليهودي. ولقد أشار العهد القديم إلى مجيء المسيح، ولكن إذا ما افترضنا أن هناك أغراضا مختلفة إلى حد ما للعهد القديم والعهد الجديد، فإننا نقول إن مثل ذلك الاختلاف يوجد فقط في بعض الأسفار القانونية، وهذا يرجع إلى أن معالجة الله لأمر اليهود جاءت في زمن قديم، وهذا الزمن يختلف عن معالجة الله لأمر البشرية من خلال المسيح. إن الكتابين هما كتاب واحد، كلاهما من عند الله، فكل منهما يسجل أفعال الله وما أوحى الله به إلى أن حدث الفعل الأعظم، وهو المتجسد فيما أنزله الله من خلال شخص المسيح ومن خلال موته وبعثه. ولعلي أقول ببساطة أنه لا بعيد عن موضوع المناقشة أن أذكر ما أريد أن أذكره الآن، ولكنك محق يا سيد ديدات، فإن لكلمة الموت معان متعددة، ولكن الإنجيل يقول لنا إن المسيح قتل، وهذا أمر واضح. الأخ العزيز ديدات، هل تفضلتم بتوضيح سوء فهم المسيحيين لموضوع أن المسيح لم يصلب وأنه لم يقتل على الصليب، ولكن الأمر قد بدا وكأن المسيح كان هناك؟ لقد قام الدكتور دوغلاس بتوضيح ذلك. لقد اتهمني بالقراءة فيما بين السطور أو تحميل النصوص ما لا تحتمله، وأنا لا أرى أنه فعل ذلك فقط، ولكن ما فعله أكثر من ذلك. فكما ترون لقد قال عما ذكره القرآن فيما يتعلق باتباع الظن وبأنهم ما يتبعون سوى نوع من الخيال، كما ترون ذلك، فلقد شبه لهم. وشبه لهم لا تعني أنه قد تم استبداله، فلقد قال الدكتور أنه تم استبدال المسيح، فإن القرآن لم يقل شيئا من هذا القبيل. وهنا أتساءل، هل يعرف الدكتور العربية؟ إنني متأكد أنه يعرف العربية، فلقد أمضى فترة من الوقت في الشرق الأوسط، فإذا كان الأمر كذلك إنه يستطيع أن يأتي لنا بما يفيد ذلك من القرآن، فسيكون ذلك شيقا. وعلى كل، فإن التفسيرات التي يقدمها الناس هي شيء مختلف عن الكتب. وأنا أعود إلى الإنجيل فأقول لكم إن كتابكم يقول إن الروح ليس لها لحم وعظام. فهل تفهم يا سيدي الإنجليزية؟ ليس لها لحم أو عظام. فهل لي أن أخبرك لأنني من لحم وعظام، فإنني لست بروح إنني لست شبحا؟ فماذا يعني ذلك في لغتكم أيها الإنجليز؟ وعندما سألت ذلك السؤال لأحد المتحدثين بالإنجليزية أجاب، إذا كنت باللحم وعظام فإنني لست روحا،
وعندما سألت نفس السؤال لأحد المتحدثين بلغة الزولو أجاب نفس الإجابة، وكذلك الحال في كل اللغات على وجه الأرض. الجميع يتفق أن الروح ليس لها لحم أو عظام، إن المعنى واضح. والآن عليك أن تخبرني بذلك. ولكن ذلك الرجل قال لي: هل تعرف إنه في لغتي عندما يقول الرجل إنه ليس له لحم أو عظام فهذا يعني أن له لحما وعظاما؟ أحيانا ما نقول نحن المتحدثون بالإنجليزية ما يشبه ذلك، إننا نتحدث أحيانا بطريقة متناقضة، فعندما نقول أبطئ سلو داون قد يعبر عنه بأسلوب متناقض، قد يقال سلو أب أو سلو داون. كذلك عندما نقول بالإنجليزية انتبه لوك أوت، المعنى الحرفي هو انظر إلى الخارج، فإننا لا نقول انظر إلى الخارج ولكن نقول انظر إلى الداخل. فماذا تقول له إذن؟ ما الذي تريد التعبير عنه على وجه الدقة؟ بالمناسبة كان هناك أحد الفرنسيين جالسا بجوار الشباك في إحدى ناطحات السحاب وصاح أحدهم قائلا انتبه لوك أوت، وبالمعنى الحرفي انظر إلى الخارج، وأطل برأسه وإذا بسقالة النقاش تنزل على رأسه، فقوله انظر إلى الخارج كان يعني أدخل رأسك انظر للداخل، فأي لغة هذه؟ لقد قال انظر للخارج ونظرت للخارج. دكتور دوغلاس لو سمحت أخبر هؤلاء الناس أنه في لغة الإنجليزية عندما نقول إن الروح ليس لها لحم وعظام فإن ذلك يعني أن لها لحما وعظاما، أخبرهم هذا. دكتور دوغلاس، إننا نسمع من وقت لآخر عن حدوث تغيير في الإنجيل، وكان هذا بفعل علمائكم، ولقد نتج عن ذلك وجود نسخ مختلفة، فأي هذه النسخ ترون أنها الأفضل؟ وإذا كنتم تعتقدون أن الإنجيل لم يتغير، هل تفضلتم بإحالة السؤال على السيد ديدات؟ حسنا، هل أنت مستعد لذلك؟ أريد أن أتأكد أنك مستعد لذلك. حسنا. أنا سوف أحيل هذا السؤال على ديدات لأنه من الواضح أنه يشعر أن الإنجيل قد تغير، ولذلك سوف نتناول هذا الأمر. أعتقد أن الإنجيل لم يتغير. السؤال الخاص: أي نسخة ترى أنها الأفضل؟ حسن، تدركون عندما تتحدثون عن النسخة فإنكم تتحدثون في الواقع عن الترجمة، الترجمة إلى الإنجليزية، إلى الفرنسية، إلى الألمانية، إلى العربية. وأنا أقترح إذا كنتم تسألون عن أفضل نسخة تمثل بدقة النص اليوناني للعهد الجديد، فأنا أسألكم وما هي أفضل نسخة للقرآن؟ هل نسخة سيلز؟ بيك بولز؟ هارد بيردز؟ هل تعرفون عن هذه الترجمات؟ هل تعرفون عن هذه النسخ؟ بعضكم يعرف عنها، وما هي أفضلها؟ ربما تجيبون قائلين ليس هناك نسخة أفضل، وقد تقولون إن النسخة الأفضل هي التي يوجد بها النص العربي موازن للإنجليزي وتعكس المعنى العربي بدقة. وكان باستطاعتي أن أريكم نصف دستة من النسخ المختلفة للإنجيل وتختاروا من بينها بشرط أن أمكث هنا يومين أو ثلاثة. كذلك وبنفس المنطق فإن أفضل نسخة للإنجيل هي التي تعكس النص اليوناني بدقة إذا لم يكن باستطاعتكم قراءة العربية. ومن هنا فإني أقول لكم إن هذه هي النسخة، النسخة الأفضل، وهذه لكن لماذا أقول هذه؟ لأن هذه النسخة هي نسخة بها تجميع لأفضل المخطوطات القديمة، وإذا كان هناك أي أسئلة تتعلق بهذه المخطوطات فإننا نجد إجابات لها في الحواشي أسفل كل نص. إن هذه المخطوطات لم تحرق، لم يخفيها أحد، لم يتخلص منها أحد، لم تفقد، إنها كلها هنالك لكي تنظر إليها ولتسأل عن أي اختلاف قد ينشأ عن كل هذه الاختلافات الموجودة بداخلها. وفيما يتعلق بما تقوله هذه النصوص فإن الاختلافات الموجودة بها لا تمثل أي اختلاف رئيسي. والآن أتذكر أن السيد ديدات
قد تحدث إلي في مناسبة سابقة وقال لي إن المسيحيين يغيرون الإنجيل، فلقد كان القول في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث وهكذا: أحب الله العالم حتى بذل ابنه المولود له. واليوم تم حذف كلمة المولود له، وسوف يشير إليها في نسخة الملك جيمس، ويقول إنها لم تعد هناك في النسخة المنقحة بالإنجيل RSV. وهنا نسأل: هل قام أحد بتغيير الإنجيل؟ الإجابة لا، لم تتغير كلمة واحدة في النص اليوناني، فهناك كلمة واحدة وهي مونوغانيز في هذا السياق. ونسأل: هل تغير الإنجيل؟ لا، كل ما حدث أن ازدادت عملية تنقيح الترجمة، ولم يحدث أي تغيير في هذه الكلمات. دعوني أصحح ما قاله الدكتور دوغلاس. إن الاختلاف بين كلمة نسخة وكلمة ترجمة يكمن في أن هؤلاء المبشرين المسيحيين يحاولون إقناعنا نحن المسلمين بأن كلمة نسخة version وكلمة ترجمة translation لهما نفس المعنى. ليس الأمر كذلك. فلديكم في المسيحية نسخة الروم الكاثوليك للإنجيل والتي يطلق عليها نسخة دوي. هذه النسخة تحتوي على 73 سفرا، وهي الأسفار التي يؤمن بها المسيحيون الكاثوليك. أما البروتستانت فإنهم يؤمنون بنسخة الملك جيمس، وهذه النسخة بها 66 سفرا، أي تنقص 7 أسفار عن نسخة الكاثوليك. انظروا إن الأمر لا يتعلق هنا بالترجمة ولا يتعلق باختيار الكلمات. إذن فعندما يقول المسلمون هذه ترجمة للقرآن فهي فعلا مجرد ترجمة، مثل ترجمة يوسف علي أو داريا بادي محمد علي المودودي، هذه كلها ترجمات. والاختلاف يكمن فقط في اختيار الكلمات والمترادفات. ولقد استخدمت كلمات مختلفة لترجمة بعض الكلمات، وهذا يرجع إلى اختلاف القدرة اللغوية عند كل شخص. إذن فهذا الأمر مجرد ترجمات. ولكن عندما يتم حذف 7 أسفار من كتاب الله، وهذه الأسفار أسفار غير شرعية على حد تعبير الأخ سوغرت، ولقد وصف علماؤكم هذه الأسفار 7 بتعبير أبوكريفا. وحين أسأل ماذا يعني تعبير أبوكريفا، تكون الإجابة إنه تعبير فني بمعنى أسفار مشكوك في مصدرها، بمعنى آخر أنها ليست كلمات الله. ولأن الدكتور دوغلاس بروتستانتي فإنه لا يقبل هذه الأسفار 7 ككلام من عند الله. إذا فعلت ستصبح كاثوليكيا. وبعد ذلك يقال إن أدق نسخة هي المراجعة على الأصل اليوناني، وإن أدق نسخة يتم تداولها هي النسخة المنقحة RSV، وهذا ما يقوله باحثوكم. فلقد قام بمراجعة هذه النسخة في أمريكا 32 باحثا من كبار الباحثين، تساندهم 52 هيئة مسيحية، ولقد ذكروا أشياء جميلة عن نسخة الملك جيمس التي يقسم عليها كل مسيحي عند أداء اليمين. وأنا أستشهد هنا بما قال سوغرت، فهذه هي النسخة التي يستخدمها وهي الكتاب الذي يبيعه. والآن يقولون أنهم راجعوا هذه النسخة نسخة الملك جيمس، إلا أنهم يقولون إن بها عيوبا كثيرة وخطيرة إلى الحد الذي استلزم عملية مراجعة رئيسية، وهذا ما قاموا به. ومن بين ما حذفوه جملة الذي أنجبها. ولقد استشهدت يا دكتور بالنصوص اليونانية في حديثك. أنا لا أعرف اليونانية، ولكن الثالوث المقدس، الركن الأساسي للمسيحية. هنا نسأل ما المشكلة؟ نقول إن الله واحد، تقولون إنه واحد، إلا أن مفهوم الإله عندكم هو الثالوث، الآب والابن والروح القدس، وهو كل لا يتجزأ. إذن فنحن مختلفون. كذلك عندما قال عن هذه النسخة إنها النسخة الوحيدة الموثوق بها، ماذا يقصد بذلك؟ هل يقصد إنجيله أم الإنجيل اليوناني؟ لم يذكر أي نسخة تلك التي يمسكها بيده، ولكن لأغلبية المسيحيين هذا هو الإنجيل الذي بين أيديهم ونقرأ فيه. فإن الذين يشهدون في السماء 3: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم واحد. رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5. ولقد حذفت هذه الفقرة من النسخة المنقحة باعتبارها مزيفة، وهذا الحذف قام به باحثوكم. فهذه إذا النسخة، وهذه الفقرة حذفت باعتبارها مدسوسة. ثم دعونا ننظر مسألة رفع عيسى للسماء. إن الجزء الوحيد الذي ذكر فيه شيء عن هذا الموضوع هو إنجيل مرقس إصحاح 16 ولوقا 24. هذه الفقرات حذفت باعتبارها مدسوسة.
والآن وبعد هذا الذي حذف فإن هذه نسخة ما بعد الحذف. إننا لا نستطيع أن نقول إن هذه ترجمة، ليست ترجمة، لأن الأشياء التي ينبغي أن تكون موجودة قد حذفت، وهذا ليس من الأمانة في شيء، وهذا هو الفرق بين النسخة فيرجن والترجمة ترانسليشن. دكتور دوغلاس، هل تؤمن بأن العهد القديم هو كل كلمة الله؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فهل تقول إن المسيح قد لعن لأنه قد صلب حتى قتل؟ آسف، دعوني أعيد عليكم نص السؤال. أعتقد أنني لم أفهم، هل تؤمن بأن العهد القديم هو كل كلمة الله؟ أقول نعم، أؤمن بأن العهد القديم هو كلمة الله، لكنني لا أؤمن بأنه يعبر عن كل كلمات الله. ولكن رأيي هو أن هذا السؤال ما كان ينبغي أن يسأل. الجزء الثاني من السؤال، فإذا كانت إجابتك بنعم، فهل نقول بأن المسيح قد لعن لأنه شنق وقتل كما يقول كتاب العهد القديم؟ أقول إن العهد الجديد يقول بكل تأكيد إن المسيح قد صلب أو شنق، ومن منظور اليهود فإنه قد لعن. نعم، فلقد أصبح ملعونا من أجلك ومن أجلي، فالحقيقة أنه آخذ عني وعنك لعنة الخطيئة وعقابها. وهذا لا يعني أنه يأتي المسيحي ويقول اللعنة على المسيح، ولكن القول هو كما يقول المسيحيون، أو من الأفضل ألا أتحدث عن كل المسيحيين، ولذلك أقول إنني كمسيحي إن المسيح قد حمل عني لعنة الخطايا، لعنة الخطايا التي ارتكبتها. وأقول إن اليهود قد تعاملوا مع المسيح كشخص واحد ونظروا إليه كلعنة أو كملعون وقتلوه لأنهم شعروا أنه كان مزيفا، إنه بالفعل لم يكن من توقعوه، ولكن في الحقيقة كانت خطة الله هو أن يقتل وأن يبعث، ومن هذه اللعنة جاءتنا البركة. السيد ديدات، إذا كان المسيح قد وضح لأتباعه أنه لم يمت، فلماذا كانوا يقولون في وعظهم إنه مات ولا يزالون على هذا الأمر في تراتيلهم؟ إذا ما وضح المسيح لأتباعه أنه لم يمت، فلماذا يقول أتباعه في وعظهم إنه مات؟ لم أقرأ في النصوص ما يفيد أنهم قد بدأوا في الوعظ بذلك، وأن أتباع المبشرين قد قالوا إنه مات، إنما كانوا يقولونه إنه حي، وكان ذلك كنوع من رد الفعل للفكرة التي كانت لديهم قبل ذلك من أن الرجل قد قتل على الصليب. فلقد كانت هذه هي خبرتهم، فلم يكونوا شهود إثبات سواء من ناحية الرؤية أو السمع فيما يتعلق بهذا الحدث. وفي ذلك الوقت جاءهم المسيح وأوضح لهم بأنه حي، وأنه نفس المسيح الذي عرفوه من قبل، وكان يأكل السمك المشوي وأقراص العسل ويذهب ويسافر معهم. بمعنى آخر فإن الرجل حي، فلقد تصوروا أنه قد مات ولكنه لم يمت، فلقد كانت هذه قناعتهم وأن الله قد أنقذه. أما أنهم كانوا يرددون فكرة أنه مات كتكفير عن خطايا البشرية في عظيم، فأقول إن هذه الفكرة لم ترد لي ولم تحدث حقيقة، ببساطة لأن هذا الأمر ضد ناموس الله العلي القدير، لأن الله يقول في الإنجيل إن الروح التي ترتكب الخطيئة فإنها ستموت، فهذا هو قانون الله، فإن من يخطئ سيموت، وإن الإبن لن يحمل خطيئة الأب، وهذا يعني أن ما فعله أبونا آدم وأمنا حواء لن يحمل تبعاتها الابن، أي أن الابن لن يحمل عن الأب خطيئته، وكذلك لن يحمل الأب عن الابن خطيئته، فمن عمل خيرا فله، هذا هو قانون الله، ومن يفعل الشر يجني ثماره، ينال ما يستحقه من عقاب. كذلك فإذا ما ابتعد مختلف الشر عن أفعاله السيئة وفعل الخير بعد ذلك فإنه سوف يعيش بكل تأكيد ولن يموت، هذا هو قانون الله في كافة العصور والأزمنة. إن الله لا يأخذ بإنسان بريء ليدفع ثمن خطيئة المذنب، فهذا ضد عدالة الله. ولقد كان الدكتور يتحدث عن عدالة الله ورحمة الله، وهنا أسأل، وأي نوع من الرحمة هذه
عندما لا يعاقب مرتكب الخطيئة على خطاياهم وبالتالي يأخذ الله ابنه ليصلب. ماذا نسمي ذلك؟ الحب؟ هل تسمي ذلك حبا؟ هل قتل رجل بريء يعد حبا؟ ومن يقتل ابنه البريء؟ إنه لأمر مبتش حقا. أي نوع هذا من المنطق؟ إن الله في الإنجيل يقول كما يقول ذلك في القرآن أيضا إنه يعفو عن الخطايا من عنده، ويقول حين أغفر فإنني أنسى خطاياكم. بمعنى آخر، إن الله حين يغفر الذنوب فإنه لا يسألكم عن مقابل كالدم أو الخراف أو الماعز، ولا أيضا يسألكم أن تضحوا بابنه، ولكنه يقول إنني أغفر الخطايا دون مقابل، وطالما قد غفرت لكم خطاياكم فأنا لا أتذكر أي شيء عنها. فهذا هو قانون الله في الإنجيل. وهنا يقول المسيح: ليس مني من لا يحمل صليبه ويتبعني، احملوا صليبكم واتبعوني. وبمعنى آخر، أنا أحمل مسؤوليتي على كتفي وأنتم تحملون مسؤوليتكم. ويقول المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. لقد قال المسيح هذا لأتباعه، وذكر لهم أن عليهم أن يكونوا أفضل حالا من اليهود. فكيف تكونون أفضل حالا من اليهود وأنتم لا تتبعون الناموس والوصايا؟ أجيبوني أنتم. السيد دوغلاس، هذا السؤال لك. يدعي المسيحيون أن المسيح عليه السلام هو الله، وسؤالي هو: هل ادعى المسيح أنه الله؟ هل قال أنا الله؟ هل قال لأتباعه اعبدوني؟ أود هنا أن أتوجه بكلمة سريعة للدكتور ديدات ردا على ما قاله من دقيقة عن الأتباع ووعظهم الذي ذكره. فبخصوص موت المسيح، فإنه مسجل في الكتاب المقدس أنهم عند قيامهم بالوعظ وبعد 10 أيام من رفع المسيح إلى السماء حل الروح القدس، وفي أول مرة يقومون فيها بالوعظ حين ذاك قالوا: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله وعجائب وما إلى ذلك، هذا أخذتموه وسلمتموه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيد آثمة صلبتموه، ولكن الله أقامه من بين الموتى. وفي المرة الثانية التي كان الأتباع فيها بصدد إلقاء مواعظهم في ذلك الوقت، سلم المسيح وقتل وترك مصيره إلى بلاتس، وقد قتلتم صاحب الحياة، ولكن الله أقامه من بين الموتى. وبسرعة كبيرة كانوا يلقون مواعظهم ويسألون: هل كانوا على صواب أم على خطأ؟ لقد خدعوا. أم أن شيئا غريبا قد حدث؟ أما فيما يتعلق هل ادعى المسيح أنه الله، وتريدون أن تعرفوا ما قال ذلك بلسانه؟ إذا كنتم تقصدون أنه قال: أقول لكم أنا الله، فأقول لا، لن تجدوا مثل هذا الكلام. ولكن في الوقت الذي تمت فيه محاكمة المسيح أمام السلطات اليهودية قالوا له: أخبرنا، هل أنت ابن المبارك؟ ومن هو المبارك؟ لقد سألوه: هل أنت ابن المبارك؟ ومن هو المبارك؟ مريم؟ الله؟ وهنا قال المسيح: أنا هو. فقالوا له: ماذا؟ وقال المسيح: أنا هو. فقالوا: هل نحن إذن في حاجة أكثر من ذلك لنثبت أنه كفر؟ فليمت إذن. الكفر هو أن يدعي الإنسان أي صفة من صفات الله المتفرد بها، ولم يكن أحد يدرك ذلك في هذه الآونة مثل اليهود، ولم يكن أحد أكثر منهم حساسية تجاه تلك الأمور. من هنا أقول نعم، لقد ادعى المسيح أنه الله 3 مرات في إنجيل يوحنا، فلقد قال: لأنكم إن لم تؤمنوا أني هو فستموتون في خطاياكم. فقبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وهنا أخذوا حجارة ليرجموا، لأنهم قد علموا ما يعني بقوله هذا. أما بخصوص لماذا كان هذا رد فعلهم تجاه اللغة التي استخدمها المسيح، فالأمر يرجع إلى العهد القديم حيث ذكر الله فيه أنا هو. أنا هو، أنا هو. وهنا نقول إن المسيح قد ادعى أنه الله، وهل دعا أتباعه أن يؤمنوا به؟ إذا كان السائل
يقصد هل قال المسيح لأتباع اركعوا واعبدوني؟ أقول لا، لن تجد مثل هذه الكلمات قد نطق بها المسيح في الإنجيل، ولكنك ستجد أن الناس قد سجدوا، وأنه لم يقل لهم انهضوا، لم يقل إنكم مخطئون أو اتركوا المكان، لم يقل هذا عمل باطل، لم يقل هذا خطأ، لقد تقبل منهم. إلى أحمد ديدات، لقد استندت في حججك على نقاط بسيطة من الإنجيل، وهو لبس الإنجيل الذي تؤمن بأنه غير دقيق، وأنا أعتبر ذلك نوعا من التناقض. فلماذا تفعل ذلك؟ إنني أحترم دينك، لكن هذه مشكلة، هل يمكن أن أفهمها؟ السيد رئيس الجلسة، الأخوات، كما ترون أنه لابد وأن يحدث بين الناس في أي حضارة على وجه الأرض نوع من المنازعات، وعندما تحدث مثل تلك المنازعات فإنهم يذهبون إلى المحاكم لتسويتها، وهنا يذهب صاحب الشكوى المدعي إلى المنصة، منصة الشهادة، ويشهد ويضع ادعاءه أمام القاضي، وهنا يقوم المدعى عليه بفحص واستجواب الشاهد، وإذا ما اقتنع القاضي بأن الرجل كاذب 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 بعد استجواب الشاهد وتفنيد الدليل الذي يستند إليه بدقة، إذا رضي الشاهد بما أثبته المحامي فهذا يقنع القاضي بأن الشاهد كاذب، وهنا يغلق القاضي يغلق ملف القضية ويطالب المشتكي بدفع النفقات. فهذه الأمور من الممارسات الطبيعية التي تحدث يوميا، فنحن في أي نزاع نستجوب الشخص المدعي ونصل إلى استنتاج، والقرآن الكريم يحثنا على أن نفعل نفس الشيء، فيقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. من القائل هنا؟ إن القائل هو كل من اليهود والنصارى. قالوا أنتم أيها المسلمين لن تدخلوا الجنة، لن تكون لكم الجنة، لن يكون لكم خلاص إلا إذا أصبحتم يهودا أو نصارى. وللإجابة على هذا الادعاء يجعلنا الله تعالى نقول تلك أمانيهم، أي ما هذا إلا ما يتمنون، وما هذا إلا نوع من الهلوسة. وهنا نقول لهم قل هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم إن كنتم صادقين، أي دعونا نستجوبكم في هذا الادعاء. ومن هنا أخرجوا الإنجيل ونشروه بألف لغة، نجدهم يقولون إن إنجيلي يقول، إن إنجيلي يقول، فما لنا إذن إلا أن نستجوب مقولاتهم هذه؟ ونحن هنا نثبت، ومن خلال العديد من شهود الإثبات، أن الأشياء التي تدعونها ليست موجودة حقا في الإنجيل. ربما تسألون عن الأشياء الأخرى التي نثبتها، فأقول هذا يعتمد على طبيعة الأشياء، فإذا ما قال الإنجيل إن الله واحد فسنقول إننا نتفق معكم، وإذا ما قال الإنجيل إن كل شخص مسؤول عن أفعاله فنحن نتفق معكم. كذلك إذا قلتم إن الله هو أب رحيم في السماء فسنتفق معكم، ولكن إذا قلتم إن الله مثل شيلك يريد أن يحصل على رطل من لحم كتكفير عن خطايا آدم وحواء التي أصبحتم مسؤولين عنها، فإنه في عام 1996 سيكون عدد سكان الأرض 4 بليون نسمة، وطبقا للعقيدة المسيحية فإن هذا العدد سيذهب إلى الجحيم. لأي سبب؟ بسبب الخطيئة التي ارتكبها آدم وحواء. إن هذه هي أكثر الأفكار سخافة، لأن آدم لم يسألني قبل قيامه بأكل التفاحة، وكذلك لم يسأل زوجتي، فكيف نكون مسؤولين عن فعلته؟ يقول متى في الإصحاح 12 وبالفقرة رقم 40 وكما كان يونان لمدة 3 أيام و3 ليال في بطن الحوت فهكذا سيكون ابن الإنسان لمدة 3 أيام و3 ليال في بطن الأرض. أنا مسيحي، أنتمي إلى كنيسة المسيح، وأنا في حالة من الارتباك، لو تفضلتم اشرح لي كيف يكون المسيح في بطن الأرض لمدة 3 أيام و3 ليال. أولا دعني أقول لك إنه لا يسرني أن نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل بعد المناظرة، لأن الوقت قد لا يسمح لكل ما أريد أن أقوله. إن الشيء الذي أريدك أن تدركه هو ذلك الشيء الذي حاولت أن أذكره لكم في بداية كلامي عندما تعرضت لهذه الآية. فإذا ما استغرق شخص ما 3 أيام و3 ليال في بطن الأرض
وكنا حرفيين في فهم هذا المعنى، فإننا نتحدث هنا عن 72 ساعة، أليس كذلك؟ 3 أيام و3 ليال. أم أننا نتحدث هنا عن الوقت بطريقة تقريبية كما ذكرت؟ عندما أقول للناس الذين أقابلهم في طريقي ويسألونني أين كنت، وأقول لهم في لورنس كانساس، فيسألونني وكم من الوقت مكثت هناك، فأقول لهم يومان. حسن، الواقع أنني لم أكن في لورنس ولن أكون في لورنس لمدة 48 ساعة. كذلك فإن كتاب العهد الجديد كانوا يكتبون لقراء من مختلف التوجهات، وكان هؤلاء يحسبون الوقت بطريقة مختلفة. وإذا ما نظرنا إلى طريقة حسابهم للوقت مع الرجوع إلى موضوع موت المسيح في إنجيل يوحنا، وبمقارنة حسابات الوقت في موضوع موت المسيح طبقا لإجمالي ما جاء في أناجيل متى ومرقس ولوقا، فسوف نجد اختلافا يكمن ببساطة في كيفية وصف الوقت لنا. فكما ذكر السيد ديدات أن اليوم بالنسبة لليهود يبدأ عند المغرب، أما الرومان فلم يحسبوا الوقت بنفس الطريقة، ولذلك ستجد بعض الكتاب يتعاملون مع الوقت بالطريقة الرومانية، والبعض الآخر بالطريقة التي توصف بكونها تنتمي إلى مفهوم الوقت إلى السامية أو العبرية. والاختلاف هنا مفهوم، إن المسألة مسألة تقرير. فإذا كان من بينكم بعض الأمريكيين الذين خدموا في الجيش وسألتهم ما هو الوقت، فسيقولون الساعة 22، وسيقول البعض الآخر هنا ما الذي تقوله يا هذا، إن الساعة هي 10، ولكن المعنى واحد في الحقيقة، ولكن الوصف هو الذي يختلف. الآن هذا هو السؤال الأخير لديدات. السيد ديدات، في سفر الرؤيا يدعي المسيح بأنه الأول وأنه الآخر، ويقول أيضا الألف والياء، أي البداية والنهاية. وإذا كان المسيح ليس هو الله، فكيف ينسب لنفسه مثل هذا الادعاء؟ إن سفر الرؤيا هذا يمكن القول إنه مجرد حلم، كان حلما كتبه يوحنا على الورق. هذا ما سمعه الناس إذا كانوا قد سمعوا شيئا، وإذا كان المسيح قد ظهر ليوحنا وقال له أنا الأول والآخر، وأنا أستبعد هذا، فإنهم يتحدثون هنا عن الله، هو القائل أنا الأول والآخر وليس المسيح. ولكن بافتراض أن المسيح قال هذا وفق ترجمتكم، إذن الأمر مجرد حلم لا يتعدى في الواقع ما يحدث لهؤلاء الذين يفرطون في تناول الطعام قبل النوم، فقد تحدث لهم مثل تلك التخيلات. ونقرأ عن أشياء غريبة في سفر الرؤيا، مثل أوصاف الحيوانات التي لها عيون من الخارج وعيون من الداخل، وأشياء من هذا القبيل كتلك التي نراها في الأحلام إذا ما أدخنت معدتك بالطعام. وبينما نقرأ أن المسيح قد مشى على هذه الأرض، نسأل ولماذا مشى على هذه الأرض؟ إننا لا نجد في مرقس أو لوقا أو يوحنا أي ذكر لذلك النص الذي يقول فيه المسيح أن الله أو اعبدوني. على العكس نجده يقول أبي أعظم مني، أبي أعظم من الكل، ويقول لا أستطيع أن أفعل من نفسي شيئا، ولكني أسمع فأحكم، وحكمي حق لأنه ليس نابعا من إرادتي ولكنه ممن أرسلني. ويقول أيضا إنه في ذلك اليوم لن يكون هناك إنسان ولا ملاك ولا ابن، ولكن سيكون هناك الآب في السماوات. ويقول أنا لست في علمي مثل الله، ولست في قدرتي مثل الله، كذلك فإن كل القوة التي أعطيت لي ليست ملكي، فأنا أفعل هذه الأشياء من روح الله. فأين يدعي المسيح أنه يفعل كل هذا من تلقاء نفسه، وأن بمقدوره أن يفعل كذا وكذا؟ دعونا ننظر إلى قول بطرس في أعمال الرسل كما استشهد به دكتور دوغلاس: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع النصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، رجل ليس إله، قد بعثه الله بينكم
لقد استشهد دكتور دوغلاس بهذه الفقرة دون أن نشعر بمغزاها، فأنتم لا تكادون تستوعبون كل ما قاله. فلقد ذكر أنه رجل بعثه الله بالمعجزات والعجائب. لقد فعل الله بواسطته هذه الأشياء، لم يفعلها من تلقاء نفسه، لم يفعل هذه الأشياء ولكن الله هو الذي فعلها، إنكم تعرفون ذلك. انظروا، نحن نتفق معكم، فالقرآن يقرر نفس المعنى، أنه أحيا الموتى بإذن الله، وأبرأ الأكمه والأبرص والأعمى بإذن الله. نحن نتفق معكم، ولكن انظروا إلى تفسيراتكم، إنكم تحملون النصوص ما لا تحتمله. هذا عكس ما كان يعظ المسيح به، فلقد كان يقول تعالوا أعلمكم كيف تصلون. إذا صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، أبانا ما لكم هو لي، بما في ذلك مال يهوذا. إن الأب السماوي ليس أبا المسيح، اشكروا الله، ابتهلوا إليه، فاسم الله في الأرض والسماء، فأين قال أنا الله أو اعبدوني؟ لا نجد مثل ذلك القول. مثلما شاهدت الأخ سواجرت عندما كان يقوم بالوعظ في برنامجه التلفزيوني عن أهل بابل، في نهاية هذا البرنامج سأله أحد الحاضرين: أتعرف لقد كنت في منغوليا منذ فترة وجيزة، وذهبت إلى معبد بوذا هناك، وسألت المشرف عن تلك العجلة، عجلة الصلاة، سألته عن هذه العجلة، عجلة الصلاة التي يديرها المصلون أثناء الصلاة حتى يظلوا متنبهين في صلاتهم. سألته ما الحكمة في ذلك؟ قال: لأننا من خلال هذا الفعل نطلب من بوذا المعاونة. قلت له: لقد قرأت العديد من كتب بوذا ولم أجد أي شيء يشير إلى الادعاء بأنه الله، لم أجد هذا الأمر. فعندما قال السائل ذلك للدكتور سواجرت أجابه قائلا: هذا حقيقي، إننا نحن الذين نقول إنه الله، نحن الذين جعلنا من بوذا إلها، هذا هو نفس الشيء. فعندما كان يتحدث سواجرت عن ذلك قلت: أخي إنكم الآن في نفس القارب، تفعلون نفس الشيء. الإخوة والأخوات، أريدكم أن تحيوا معي هذين الرجلين البطلين، فهما بحق رجلان عظيمان منحان من وقتهما الثمين وطاقاتهما الكثيرة الليلة، فلتحيوا معي هذين الرجلين.